إذاعة الشباب من سلطنة عمان. شباب عالهوى يجمعنا سوا، شباب عالهوى يجمعنا سوا، على الشباب اسمعنا وبالخير تلقانا وبالحب شاركنا وصوتك يسعدنا، على الشباب اسمعنا وبالخير تلقانا وبالحب شاركنا وصوتك يسعدنا. شباب عالهوى، شباب عالهوى، شباب يمك دروبي وكل الناس يدروبي وانت محبوبي وندري. يسعد الله مساكم مستمعي برنامج شباب على الهواء. تتجدد اللحظات اللي تجمعنا وتحلى معاها أحلى السوالف من الساعة 2 لغاية الساعة 4 عبر أثير وهو إذاعة الشباب. تحايانا المسائية لكم مستمعينا ومتابعي أثير إذاعة الشباب وبرنامج شباب على الهواء. معكم اليوم في الإعداد والتقديم مشاعل بنت سعيد القاسمية وعلي بن محمد صاعر، طبعا يرافقني في المتابعة والتنسيق سيد بن سعيد الهلالي ومصممة الرمزيات لميس بنت بدر الحسنية. أما الإخراج فدائما مع الحبيب جلال بن ربيع الأخويطري. شباب على الهواء. للتواصل مع برنامج شباب على الهواء الاتصال على الرقم 24698151، وعلى الرسائل النصية القصيرة 90456، وللمشاركة في سؤال فقرة على وين إرسال الإجابة على 90130، وعلى تويتر والإنستغرام @شباب راديو أمان. شباب على الهواء. شباب على الهواء. شباب على الهوى. يا هلا يا هلا، منورين منورين يا شباب منورين. كل التحايا لكم مستمعينا ونرحب فيكم في برنامجكم شباب على الهوى. يقول جلال احنا اليوم راقدين شوية في البداية، طبعا احنا تونا بس شربنا الشاي علي. هذا احساسك؟ والله انا الصباح شارب دول الكحة هذا ويجيب دخيلك. لا ترقد علينا هني في الاستديو. لا 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 تحت ان شاء الله. خذلك طالما ان معنا شاي عوفر شيء. خلاص حفظتها انا. خبور تتكلم قبل يعني صار خبور. يلا زيد معلش. ام فاين صرت كذا تردون. اذا سعيدين بوصالكم مستمعينا وين ما كنتوا، اللي طالع من الدوامات واللي رايح للدوام الان درب السلامة ان شاء الله. درب السلامة لكم مستمعينا. وسؤالنا للامس كان في فقرة علوين، يقول اذكر او عدد اثنين من الفنون التي تشتهر بها ولاية بوشهر. طبعا فنون كثيرة تشتهر بها، لكن الفنون فن الدان والرزحة. اللي فازوا معنا مستمعينا طالب بن محمد بن هلال اليعربي، ألف مبروك لطالب. وين جلال؟ جلال وين التحية؟ إذن الفائز الثاني ب 100 ريال مقسمة على اثنين من الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون إياد بن علي بن خميس الشكيل. نذكر بأسماء الفائزين، الفائز الأول طالب بن محمد بن هلال اليعربي، والآخر إياد بن علي بن خميس الشكيل. إذن هذا لكل اللي حاب يسمع لفقرة على وين مستمعينا ونشارك معانا في السؤال، وجائزة المقدمة من الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون 100 ريال ما عليه لأنه ينتظر إن شاء الله. واليوم راح نبحر احنا وياكم في رحلة بحرية إن شاء الله. انتظرونا وخلكم على السماء. ترجمة
هلا منورين منورين يا شباب منورين. شباب على الهواء. للتواصل مع برنامج شباب على الهواء الاتصال على الرقم 24698151 وعلى الرسائل النصية القصيرة 90456. وللمشاركة في سؤال فقرة على وين إرسال الإجابة على 90130 وعلى تويتر والإنستغرام @شباب راديو أمان. شباب على الهواء. شباب شباب على الهواء يجي معنا سوا. شباب على الهواء يجي معنا سوا. شباب شباب على الهواء. شباب على الهواء. يسعد مساكم مستمعينا ويسعد مساك علي وضيفنا طبعا اليوم فهد الغسيني اللي راح يرافقنا ان شاء الله مستمعينا في اول ما نبدا فقره صيانه على الطريق. حياك الله فهد. علومك طيب؟ الحمد لله. شي علوم؟ ابدا. ماشي بك والله يسرك الحال. يا مرحبا وسهلا. يا مرحبا. اذا فهد الغسيني مستمعينا راح يكون معنا في هذه الفقره الاسبوعيه اللي ان شاء الله راح تكون كل ثلاثاء. هذه الفقره هي صيانه على الطريق. يعني اليوم راح نتناول صيانة المركبة بشكل عام. مع التقدم في الدورة البرامجية راح نصير أكثر تخصصية ونتناول بعض المواضيع وندخل فيها كذا بشيء من العمق مع حبيبنا طبعا فهد الغسيني. مشغل لك بعد باكجراوند وشغلات كذا والدرافت وحاجة. طبعا احنا راح يختص معنا فهد في القسم الميكانيكي ان شاء الله. ان شاء الله راح ندردش احنا وياكم واي حد مستمعينا عند استفسار سيارته حرارتها ترتفع فيها رعشة نفضة توصل 120 تنتفض يعني أشياء مثل هاي. استشارات ميكانيكية. ما عليك أنك ترسل على 90456 أو على تويتر والإنستغرام أو أنك تتصل على 24698151 وما راح يقصر إن شاء الله فهد. لا والحلو أنها استشارات مجانية يعني. أي مجانية والله فيه الخير والبركة فهد. لا ميقصر ميقصر طبعا. بالإضافة إلى موضوع سالفة اليوم اللي هو راح يكون عن من أنت ومن تكون في 2015. طبعا علي حددها في 2015 وإحنا نقول يعني من تكون يا علي من أنت صاحب الظل الطويل. الله يهداش مشعل. سأل يا أسئلة. طبعا هاي السؤال مستمعينا سؤال قد يكون يعني هو سهل لما أنت تسأل شخص معين تقول له من أنت أو من تكون، والبديهي أن الشخص أو الأغلب يقول لك أنا فلان بن فلان الفلاني أو أنا الفلان اللي يشتغل في المكان الفلاني أو أنا الفلان صاحب السيارة الفلانية. لكن إحنا حابين نعرف مستمعينا من أنت، ما الذي قدمته، ما الذي تطمح إلى أن تقدمه، مثل هذه الأشياء، طموحاتك أفكارك. صحيح. بالضبط أنت في شخصك في ذاتك من تكون، من أنا من أنت من تكون. ومستمعينا فاتحين لكم المجال على 90456 وأيضا للاتصال على 24698151 وأيضا للتغريدات وحسابنا على الانستغرام أيضا متواصلين معكم. وصلتنا تغريدات كثيرة مستمعينا لكن حابين شوية نتعمق شوية في من تكون أو من أنت مستمعنا. إحنا ما نعني بسؤال مثل ما قلت إن اسمك أو أصلك أو عملك، لكن السؤال معنى أنه هو أفكارك أهدافك أمالك طموحاتك وأحلامك. نسألك عن المكنونات اللي تحقق ذاتك الإنسانية تعطيك بعد عميق جدا بالإحساس تحتل مساحتك أنت تشوف نفسها نفسك فيها. يعني حتى ذات الإنسان يعني مش مرتبطة فقط باسم أو بهوية أو بانتماء إلى قبيلة أو إلى مجتمع معين. الواحد لازم يكون كذا يسبح في الفضاء يسبح في الخيال. يعني أحيانا الأفكار تجيك تكون فيها نوع من الشطحان كذا. إيش رأيك نوجه سؤال لفهد؟ فهد الغسيني حاضرين. فهد بنت تكون والله فهد. فهد طبعا صار له تقريبا الحين جالس يخبرنا قبل شوي 3 أسابيع في عملك هنا في الهيئة إن شاء الله. بالإضافة إلى عمله في الهيئة هو أيضا مهتم بصيانة المركبات. 15 سنة تقريبا قالنا. من 20 سنة من لما كان عمره 15 سنة وهو يفك ويبطل. ما شاء الله عليك. 20 سنة تقريبا ما شاء الله يعني مخضرم إن شاء الله. خلنا نقول طيب إذا نسأل من تكون، وش اللي الآن يعني قدمه فهد
فيما يتعلق بمجال الصيانة على الطريق، سواء النصائح للزملاء للأصدقاء إذا واحد عنده مشكلة؟ والله أبسط نصيحة أقدمها وأول نصيحة أقدمها لزملائي وإخواني أصحاب السيارات، قبل لا يتحرك بالسيارة أول شيء يتشيك على السيارة، يتشيك على أبسط حاجة، تشيك على الإطارات، تشيك على أويل السيارة والماء، هذه الثلاثة الأشياء الضرورية لازم تشيك عليها قبل لا تتحرك. هذه كإجراءات يومية، غير إنه إذا واحد مسافر أو شيء كذا. أكيد. إحنا بنتعمق أيضا أكثر معك فهد يعني في الفقرة إن شاء الله، أول ما نبدأها معك إحنا ما نبي نحرق الحماس المستمعين، بس خلينا نشوف المستمعين إيش قالوا عن نفسهم، من يكونون ومنهم. شو تقول رقية؟ رقية ناصر تقول الراقي كما تحب أمي، رقيات كما تحب جدتي، رقيان كما تحب مشاعل، رقية كما في هويتي، مساءكم نقي كأرواحكم. يسعد مساك يا رقية إن شاء الله. هي عندها كم اسم هي؟ أي أمها تقولها الراقي، رقيات جدتها تناديها، رقيان أنا ناديها. الأصيل يقول مساء الخير، أريد أن أنزل إذاعة الشباب في تليفوني، كيف الطريقة؟ يلا خبر علي. عن طريق التطبيق، المتجر، لا المتجر، ادخل على المتجر واكتب راديو أمان وراح تنزل لك إن شاء الله الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون اللوجو تبعهم، وتقدر تنزل التطبيق وفي هناك الخيارات الإذاعة القرآن، إذاعة الشباب، وتقدر تسمعنا من أي مكان، والبث المباشر أيضا يعني يكون يعني مباشر تسمعنا من أي مكان. رقية ناصر تقول مدمنة للحرف شعرا ونثرا، أعشق الصحافة والإعلام والرياضة ومحمود درويش والتصوير، عفويتي أحد سماتي وروحي طفلة 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 لا تكبر. محمود درويش وش قال؟ إيش قال محمود؟ كل ما فيها لي وكل ما فيها لها. رقية ناصر شو تقول؟ أنا كبرياء الشعر، أقتنص الرؤى، أعشق الفصحى والإنجليزية، تخصصي البساطة شيء أعشقه، والنفاق شيء لا يليق بي. يعطيك العافية يا رقية بكلماتك الجميلة. رسالة أخيرة تقول السلام عليكم مشاعل، شوف جلال حزين اليوم، شو السالفة؟ شو السالفة؟ مزعلينه ولا من يقدر يزعل جلال؟ الله يهداك. احنا اذا زعلنا جلال ما بنروح على وين، مع ان السياره تليك اي، لكن زين فهد مسكين ما مقصر، موجود بيحل لنا المشكله، وما ادري شو منزل دب انت جلال شيء ما اعرف. يعطيك العافيه يا صباط الزيدي، جلال ما نقدر نزعله، بسمته وضحكته هي سبب نجاحنا في البرنامج وسبب تواصلنا الدائم لنا. راح يختفي هو الحين. نفتتح معاكم مستمعينا فقرة صيانة على الطريق. صيانة على الطريق. شوفك تسوي ويلات جلال، أنا أشتكي عليك. إذن مستمعينا خلنا نسير مباشرة لفقرة صيانة على الطريق، هذه الفقرة اللي راح تكون مرافقة للدورة البرامجية الجديدة إن شاء الله، ومعنا في الاستوديو هنا فهد الغسيني. فهد، أنت ذكرت أن الواحد يعني من الأفضل أنه إذا بدأ يومه أنه يعني يعمل تشيك سريع كذا، فحص سريع للسيارة، سواء الإطارات أو الحرارة، الماء المبرد، فوش أيضا الإجراءات اللي الواحد المفروض يتبعها بداية اليوم؟ هي مثل ما خبرتك أخي علي، أنك تشيك على الإطارات والماي والأويل. طبعا يعني نقول الإطارات إذا كان هواء خفيف، ممكن أنت يعني الواحد يشوف أنه شيء بسيط بيقول أنا بتحرك مهني لهناك، ممكن انخفاض الضغط في الإطارات يأثر على توازن السيارة، يأثر على توازن السيارة، ممكن يعمل لك سليب، ممكن يعمل لك حادث لا سمح الله، يعني يخليك تفقد السيطرة أساسا. طيب أنا الآن مثلا طلعت في الإطارات الصباح، أنا ما أقدر أتأكد إذا هذا الإطار ناقص الضغط أو كذا، بالنظر فقط؟ بالنظر تقدر تعرف إذا كان واحد متمرس، شيء بسيط يعني، في أصلا على كل إطار بتحصل في لاين، في خط قبل اللي قبل النقشة، في طريقة يعني الواحد في خط قبل النقشة، إذا حصلت الخط واصل قريب يوصل في الأرض أو نازل عن مستوى
بالعين المجرد أصلا تقدر تعرف أن الهواء ناقص وتشوف لك أقرب محطة هواء وتعبي. البعض الآن صار مشاعل مقطع عليك الإطارات يعبيها بالهواء اللي هو هو النيتروجين. نعم. يعني هل هذا يعطي عمر أكثر للإطار ولا نفس الهواء العادي؟ والله أنا أتوقع أنه يعطي عمر أكثر الهواء النيتروجين. طبعا فهد تخصص أكثر حاجة ميكانيكي. نعم. الإطار لقسم بروحة الإطارات. نعم. والأشياء الثانية لها تكنيك أيضا آخر. خلينا نبدأ أول شيء. إحنا طبيعتنا كبنات دائما تعودنا. أنتوا تشيكوا على السيارات؟ والله يا ريت. أنا أوجه تحية للبنت عمتي ما شاء الله عليها. أنتوا ممكن تشيكوا على البترول. السيارة فيها بترول يعني خلاص سيارة أمورها طيب. السيارة واصل بترولها للنص نروح نفولها. إنزين يا بنت الحلال السيارة. لا يعني نقول إحنا ما نعرف نسوق سيارة والسيارة يعني واصلة للنص. سبحان الله يصير شيء ولا شيء. إنزين توديك حتى طلعك من البلاد كلها لكن لا احنا. فيعني احنا بطبيعتنا كبنات تلقانا دائما نكون اتكاليين او تعودنا ان في حد يشيك علينا السيارة يشوف متى سيرفيس متى ما سيرفيس متى الايل. حتى يمكن في قليل من البنات في قليل من البنات اللي يعرفون يعني يشيلون كذا يسحبون يشوفون الايل ناقص ما ناقص. نعم. يحرون السيارة حتى يعني يشوفون متى يعني كيف السيارة سخنت ما سخنت. أيوة. يعني كيف احنا نعرف هالشيء؟ كيف نتعلم او كيف نعود نفسنا ان احنا دائما نعتمد على نفسنا يا فهد كبنات او لما ان شاء الله نوصل هذه حطي يدك على السيارة ليش تي هدافية يعني خلاص نغير منشر تاير. هو بالنسبة يعني على أساس أنك تشيك الماء هذا لازم تشيك أول الصباح. أول الصباح ليش؟ لأن السيارة تكون باردة. أها. والليفل يبين عندك على طول يعني مستوى الماء اللي موجود معك يبين. فحصلت الماء ناقص على طول تزيد الماء وتسكر الغطاء اللي هو مبرد السيارة اللي هو نحن نسميه الراديتر. أيوة. أيوة. بالنسبة للأويل تسحب الجيت. أيوة. اللي هو المقياس. اي لازم كلينكس بعد ما يا سلام كلينكس ولا حتى خنقة عادية يعني وتسحبي. طبعا في مؤشر. اي معظم السيارات حصل فيهم اتش و اي. اتش يرمز لويش والال في الاتش خلاص يبين لك انه هو الليمت المطلوب فيه الايل لانه هاي يعني مرتفع او خلاص مرتفع وهذاك الليمت الصحيح للآيل. أيوة. إذا ارتفع لأنه ممكن إذا يرتفع زيادة بعد يسبب لك مشكلة. مهو. في السيارة. وإذا نقص نفس الشيء يسبب لك مشكلة. يعني حتى زيادة الكمية في الماكينة تأثر على الماكينة. يأثر نعم على الماكينة. يسبب ضغط في الماكينة. حتى في بعض السيارات تحصل فيهن يطلع دخان. أيوة. دخان من العدم من الإكزوز. التأثير كيف يتم طيب؟ إذا كان الأويل زيادة. أي. يأثر. يعمل تآكل للبساتم اللي موجودة في الماكينة نفسها. أنا بدخل ديب على طول بتعمق يعني فيعمل ضغط أساسا الأويل لما يكون مرتفع يعمل ضغط في الماكينة نفسها. أيوة. فالأويل يبدأ يرتفع عندك فوق. فأبسط طريقة أنه يطلع من الإكزوز. إحنا يبالنا كده يعني حاجة عملية تيب لنا سبانة بكر حاجات يعني مسألة الآيل ما فيها كرم من الواحد يقول أنا بزيد الآيل حتى حافظ على السيارة. أي ما فيها كرم أبدا. بس قبل السبانة هذا لازم توسخ يدك شوية بالآيل. لازم ونلبس أفرول وكذا نكون أنتوا للطبخ تلبسوا ما أعرف ويش وتلبس قفاز وهي جالسة تقطع سلط فكيف عاد كيف لما تمسك السيارة الله يعين إن شاء الله. إن شاء الله. فهذه مسألة اللي هي اللي واحد يعمل تشيك للآيل. نعم يعمل تشيك للآيل والليفل الماي في مبرد السيارة في عندك تقريبا 80-90% من السيارات تحصل فيها علبة تجي في الجنب اللي نحن نسميها دبة الماي الخزان الإضافي. الخزان الإضافي يكون مكتوب عليها فيول فل ولا امتي تقدر تشوف عليها من هناك أصلا. وأنا أفضل أن اللي يستخدم الماي للسيارة ما يستخدم الماي العادي لأنه يعمل لك مشكلة في الماكينة أساساً. أها. يعمل صدى. يصدي. يعني في ماي مختص. في محلول هذاك المحلول الأخضر هو. في ماي خاص أيوة. في محلول أخضر وفي محلول يجي أحمر وفي بعض أصفر. وش اللي يفرق يعني ليش الماي؟ البعض يقول إنه ممكن هذاك المحلول ما يتجمد أو إنه ما يوصل لدرجة الغليان. هو ما يوصل لدرجة الغليان يمسك معك يعني خافض الحرارة وعندك نفس الشيء إنه ما يصدي. ما يعمل لك صدف الهيد نفسه. أيوة. يعني في بعض السيارات تجيك البلوك
يعني اللي هو البودي الماكينه نفسها يجيك حديد ما مش ألمنيوم فيصدي على طول اذا تعمل الماء العادي. انت محتاج هنا تعمل ماء ملون اللي هو نحن نسميه ماء ملون اللي هو ماء خاص اللي هو المحلول. المحلول هذا بالسيارة. طيب خلينا نستقبل مكالمة اللي تنتظر. جلال نقول السلام عليكم. وعليكم السلام. هلا مساعد. حي الله بالمهندسة. ها هلا حسنا. حس حرارة سيارتك مرتفعة شوية. لا والله ما مرتفع لكن الحين يوم شيكت بترول ماشي عايزين طريقة. أنا اللي دعرف الماشي كم يعني فوق النص بس الحمد لله الشيشة هذه عدالي خلاص. يلا زين محطة بترول مرة يعني. أي لا انتبهي دايما. وأول شيء ما نركب سيارة فما بالك أنا يوم من الأيام جيت الإذاعة وأنا ناسي مفتاح السيارة في البيت تخيلي. ما شاء الله كيف كذا مساعد. طيب خبرينا يا نورة من أنت ومن تكونين. اولا اعوذ بالله من كلمه انا ما راح ادخل في التفاصيل ما راح اذكر سيرتي الذاتيه وكل شيء في حياتي. خذي خذي راحتك خذي راحتك عادي لا 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 عشان المستمعين ما يقولوا هاي ياسك تسلسف ولكن اريد اذكر شيء واحد بس يعني انه نوره هي التفاني والاخلاص والتفاؤل حيث تكون. الله عليك يا نوره. وإن شاء الله سأكون إن أردت أن أكون بإذن الله ستكونين. الله بإذن الله. الله. إن شاء الله. بإذن الله يا نورة. إن شاء الله يا رب. عندك سؤال وأرحب بضيفكم طبعا فهد وجه له تحية. عندي بس استفسار بسيط أخي الكريم. تفضلي تفضلي. كيف نعرف أنه بالنسبة للضغط الهواء ولو ذكرت للإطارات هو يعني أنا بأمانة الحين سيارتي بتكمل يمكن سنتين وبدش الثلاث بس يعني ولا في حياتي مريت لي مثلا بنشرتي او شيء عشان يعبي لي الهواء. تبيعين سياره نورة؟ نعم تبيعين سياره هي ب 2000 الله يعطيك خيرك فيك شرها. وفهد يسمعك ان شاء الله بحر راح يجاوبك. فهد ان شاء الله. في حالتك ابسط طريقه اختي انك تمر في اقرب بنشرتي او تصليح اطارات وتشيكي عليها لان سنتين مده طويله صراحه. فانا اتوقع ان لا بس الاطارات انا مبدلت لهم حق العيد. يعني كم صار لك تقريبا عيد الاضحى يعني مال شهرين يمكن مال اشهر يعني ثلاثه اشهر يعني ولا كم كملنا اكثر تقريباً 4 شهور. اي جميل يعني بعد انا افضل انك تروحي تشيكي عليهم لان اصلا كميه الهواء في فتره الصيف تكون غير وفي فتره الشتاء تكون غير. حرارة الشارع أيوة صحيح. حرارة الشارع إلها دور شفتوه بقى. طلعت أنا أفهم فأنا أفضل أنك تمري وتشيك على الإطار نفسه مع العلم أن لكل إطار مكتوب فيه كم كمية البريشر اللي يتحملها يعني كم كمية الضغط اللي يتحملها الإطار يعني يختلف من نوعية إلى أخرى. أيوة. يعني في بعض الإطارات حصل مكتوب فيها كم حصل مكتوب لك البي أس آي يعني 55 بي أس آي في بعضها توصل لك إلى 40 بي أس آي. جميل. نورة نعم سمعتي؟ هي سمعتها. خلاص الحين وانت في المحطة تعبين بترول روحي تشيكي على في البنشرتي وشوفي كمية الضغط الهواء اللي في الإطارات. طيب إن شاء الله. شكرا جزيلا. يعطيك العافية. يعطيك العافية. الله يحفظك. مع السلامة. وصلتنا تغريدات كثيرة مستمعينا. طبعا سالفتنا الشبابية لليوم من أنت من تكون أنت شو تشوف نفسك ذاتك شخصك بعيدا عن الإمعة والتبعية. مستمعينا خولة تقول أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم نام مل أجفوني عن شواردها ويسهر القوم جراها ويختصم. لا يا نورة هاي كان بيت لأحد ال يلا ما معلش معلش مقبولة مقبولة يعطيك الصحة يا نورة. سليمان العاصمي يقول مساء الورد كلمة شكر وتقدير وامتياز لا تكفي في حق طاقم هذا البرنامج الأكثر من روعة. كنتم مدرسة لنا وأنتم الأساتذة وإحنا دائما طلابكم يا سليمان. ما عليكم زود. يعطيك العافية سليمان العاصمي. تحية من الأعماق للأستاذ جلال للإخراج في قمة الروعة والأستاذة مشاعر الإعداد والأروع وتحياتي للأستاذة عفرة اليحيائية للجهود. شكرا لك سليمان العاصمي. تستاهل أستاذة عفرة. طبعا التحايا أيضا لعلي هو مريض وتعبان ورغم هذا كافح وأخر دواء. أنا قاعد أشوفك كل شوية خاف لا تطيح الطاولة بس خالد الشبيبي يقول أنا هو أنا ولكن من أنتم مساءكم زهر الياسمين. وأنا أقول لك أنا هو أنا لو قلت أنت أو ما قلت ثابت على نفس كملي كملي
ثابت أنا على طلعت نفس طلعت الدواء حطه على الطاولة هنا احتياط. ومرساتي ثقيلة المهم شيء حاجة. يلا زين. تحياتي. من المسرور تقول مساكم فل وياسمين أختي مشاعل وأخي علي، تحية إلى المخرج المبدع جلال، موضوعكم اليوم كثير شيق، من أنا؟ شخصية متوازنة وطموحة. يعطيك الصحة والعافية يا منى. أصباط الزيدي يقول والله بصراحة اليوم وايد وايد فرحان، وتحياتي لزميلتي السعدية. الله يسعدك إن شاء الله يا رب، وهي يعني سعدية وأكيد راح تسعدك من السعادة. الله يديم السعادة إن شاء الله، إن شاء الله يكون اسم على مسمى. منى المسرور تقول واقعية وثابتة الخطوات في جميع اتجاهاتي، منتبهة ومتأهبة للمساعدة في كل المجالات، اجتماعية وإيجابية، بالمختصر أنا محبة للحياة. وإحنا نحبكم يا منى المسروري بتواصلكم الجميل لنا. مساءكم عطر. استفسار بسيط إن شاء الله راح نقراها بعدين. بكل صدق ما أعرف بكل أرق وأعذب نسمات المساء والسماء، وكثرها نحييكم ونمسي عليكم. مساء الخير والإحساس، مساء النور لكل الناس. كل الشكر للي مواصلين ومتواصلين معنا على 90456. ناخذ اتصال ونقول يا مرحب. السلام عليكم. وعليك السلام محمد. نعم كيف حالك؟ يا مرحبا، يسرك الحال، كيف أمورك؟ الحمد لله طيبين. يا مرحبا، من وين تكلمنا؟ من نجوى. يا سلام، عاصمة الثقافة الإسلامية. أيوة نعم. كيف الأجواء الاحتفالية باختيار النزوة عاصمة للثقافة الإسلامية هناك عندكم؟ والله ما شفنا شيء بعدنا. أفا تسمعني محمد؟ أيوة أسمع. إنزين أقول لك كيف كانت الأجواء؟ محمد كيف؟ يمكن مشغول بالدراسة. محمد أنت طالب؟ أيوة نعم. أنت طالب تدرس في المدرسة؟ عندك امتحانات هالفترة؟ لا لا في الكلية. في الكلية يعني عندكم امتحانات هالفترة؟ ما ركزت. أيوة من شغلين في الدراسة. يعطيك العافية يا محمد. الحمد لله. محمد موضوعنا اليوم اللي هو عن من أنت ومن تكون، يعني الآن محمد أنت في الكلية، وش اللي تتوقع أنك إن شاء الله راح تكونه بعد ما تنتهي من الدراسة إن شاء الله؟ إن شاء الله راح أكون يعني كون رجل أعمال إن شاء الله. يعني القطاع الخاص؟ أربي يكون القطاع الخاص. وإحنا نتمنى لك التوفيق في مشروعكم. أنت ذكرتك يا محمد لما اتصلت فينا أمس عندكم مشروع إن شاء الله حاب تدخله صحيح؟ أيوة طيب. يلا إن شاء الله يعني إن شاء الله تتصل فينا وتقول إن إحنا خلاص انهينا من المشروع وخلاص بنأجركم مكان، تعالوا قدموا برنامج الشباب على الهواء من هناك إن شاء الله. شكرا لك محمد. يا محمد ما صارت لك مشكلة مع سيارة أو شيء قريب؟ لا الحمد لله أنا حافظ علي السيارة. أوه. كيف تحافظ على السيارة خبرنا أنت الحين. استفسر عن شيء. وإيش؟ إذا استفسر عن شيء. تفضل. مع الأخير. تفضل اسمع. تفضل أخوي. هذه مسألة تزويد السيارات أو يعني عمل حركات عليها. أيوة. هذه يضرها في المستقبل؟ صيانة. أكيد. أكيد كل شيء وإلى شيء. طبعا محمد احنا مساله الدرافت ما درافت وهالسوالف والتزويد ان شاء الله بنخصص لها حلقه خاصه اليوم في الميكانيكي. اذا عندك سؤال في الميكانيكي ولا حاجه احنا على الرحب والسعه نسمعك. لا لا ما عندي. احسنت. يعطيك العافيه شكرا لك. خلكم متواصلين معنا مستمعينا. فاصل وراتين. شباب على الهواء يجي معنا سوا. شباب على الهواء يجمعنا سوا. يوم البيئة العماني 2015 يأتي بمفاجآت وجوائز قيمة. كونوا معنا في حديقة القرم الطبيعية في 8 يناير الساعة 8 مساء للمشاركة بفعاليات افتتاح يوم البيئة العماني. وارسموا البسمة على وجوه أطفالكم عند المشاركة بفعاليات الأطفال مساء يومي 9 و10 يناير. وشاركوا معنا في المسير البيئي تمام 3:30 من بعد ظهر السبت 10 يناير. بيئتنا أمانة فحافظوا عليها. لأنها من وحي تراثنا العريق وما يدل على كرمك وحسن ضيافتك، لذا نقدم لك خيارات من الطعم الأصيل والذوق الراقي بمواصفات فريدة ومكونات منتقات من أجود خيرات الطبيعة بالهيل الصافي وأجود أنواع المكسرات وأروع أنواع الزعفران يضاف إليها عسل غني لتستمتع معنا بالمذاق الرائع. الديوانية للحلوى العمانية. أحلى حلوى أحلى حياة.
أقول أنا بس استريح، ما ينفعك دور الجريح، عنتر زمانك مستوي، مرة تحب مرة تشيح، لا هي وعودك بالتزام، لن تبعد قد الكلام، ما عاد لك قدر ومقام، بارد وأنا شوقي صريح، أقول أنا بس استريح، ما ينفعك دور الجريح، عنتر زمانك مستوي، مرة تحب مرة تشيح، لا هي وعودك بالتزام، لن تبعد قد الكلام، ما عاد لك قدر ومقام، بارد وانا شوقي صريح. شباب على الهواء. للتواصل مع برنامج شباب على الهواء الاتصال على الرقم 24698151، وعلى الرسائل النصية القصيرة 90456، وللمشاركة في سؤال فقرة على وين إرسال الإجابة على 90130، وعلى تويتر والإنستغرام @شباب راديو أمان. شباب على الهواء. شباب على الهواء. شباب.
على الهوى. شباب على الهوى. شاعل بتكسر السماعة اي ضربتني سماعة انا وين بسم الله ما خايفين على السماعة ما مشكلة انت اهم شيء ضحكت يعني خل درعت البسمة في وجوهكم واخذت اجار لا لا ما تستاهل ما تستاهل اذا نرحب بكم مستمعينا اللي متواصلين معنا من الساعة الثانية وراح نتواصل معكم لغاية الساعة الرابعة وموضوعنا اليوم من انت ومن تكون وايضا معنا ضيفنا في الاستوديو فهد الغسيني وموضوعنا لليوم صيانة ايضا على الطريق طبعا في احد المدارس مستمعينا اجى احد من الاساتذه وطلب من الطلاب في المرحله الثانويه ان يعني قدم لهم اوراق فالسؤال كان من انت فكل الطلبه جاوبوا وكل واحد كتب اسمه الفلاني او هو ولد فلان او هو يعني دائما اجاباتهم كانت منسوبه لاسمائهم أيوة. ولقبائلهم ولاشياء اخرى يقول ايش يعني ايش الفكر فكره الطلاب في هذه المرحله ايش اللي يمنعهم ان هم احنا ما نزرع فيهم يعني مساله ان التفكير العميق في الاجابات ليش دائما الغرب هم مش يعني اذكى منا ولا احسن منا ان هم دائما يتميزون باجابات افضل من احنا لما يسالون ينطرح عليهم هذه الاسئله يعني هو ممكن ينتظر كان شخص يقول له والله أنا الذي حققت الإنجاز الفلاني أو أنا الفلان فأنا اللي شاركت في مسابقة كذا كذا أنا صاحب الهمم العالية أنا صاحب المبادئ التي يعني ما أتنازل عنها أنا صاحب الفكر الراسخ أنا الشخص يعني بهالطريقة كان حاب إنه يسمع فتفاجأ من ردود الأفعال لكن إحنا إن شاء الله مستمعين اليوم أنا على ثقة بالله سبحانه وتعالى هو الأستاذ الله يهدى يعني المفروض يوضح وش يريد فإحنا سألناهم يعني حتى مستمعينا سألناهم من تكون ومن أنت ويعطنا رسائل وتغريدات بس الحلو أن المتابعين فهموا السؤال وما ردوا بالبطاقة الشخصية ردوا عن الإنجاز عن الهوية عن الرغبة عن الطموح بالفعل صحيح من الرسائل اللي وصلتنا عبادي يقول رتب لك حروف الهجاء شوق وذوق وأصدق شعور بالجوف ما قدرت أنطقه تحية لك تحية. عبادي أتوقع يمكن هذه أغنية عبادي ولا هو اسم عبادي يلا مالك. تحياتنا لك عبادي على العموم علي أبو الفضل يقول له تحية مسائية وأشواق قلبية وبعد فإن البيتان من الشعر هما من قصيدة للشاعر المتنبي وشكرا كل الشكر لك علي أبو الفضل يعطيك العافية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سعيد بن عزيز الهشامي تحياتي لكم جميعا أنا كما قال أبو طيب المتنبي أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم مساءك خير إن شاء الله للمتنبي نعم. السلام عليكم طب أنت مالك ياك يا مرحبا كاسبي يا مرحبا كيف الحال شو أخبارك عزاك طيب الحمد لله يسرك الحال علومك يا مرحبا علوم الغير يسرك الحال تدوم العلوم ان شاء الله علوم اخبار بهو ما ان شاء الله عليكم مره انت وبرامجكم مره ما يحتاج ما عليه كلام ما عليه زود مره والله اتصالاتكم هي اللي تعطي القيمه للبرنامج يا حبيب لكن في نقطه عندي اول بدايه بقولها تفضل حق اللي اشترك ما يحاولوا يعني ما يقول اعوذ بالله من كلمه ثانيه لانه هو انسان ما بشيطان عندي أيوة. اي معك نسمعك إيه لأن هذه يعني من عندي لك يعني أنا أبغى لكم أنتوا يعني مستمعينكم يسمعوها يعني إنسان يعني ما يتعود من نفسه ما يقول أعوذ بالله من كلمة أنا أها فهمت عليك فهمت إن شاء الله وصلت رسالتك وين رايح كيف أحمد الكاسبي شكلك منزل الدريشة وعايش الجو كذا في مكان كنا في العزبة الحمد لله رب العالمين دائما ما باليوم دائما ما شاء الله عليك في العزبة حمد الإنسان إذا ما يريح نفسه من بيريحه أي والله أكيد نعم وطموحات الحمد لله كل إنسان عنده طموح يعني في أي شيء يعني في القطاع الخاص يعني يتمنى يكون موظف يتمنى يكون عنده رجل أعمال مثل كذا يعني إذا حمد خلنا نسألك السؤال لسؤال فقرة على وين تفضل حاضرين أنا تحت الأمر من تكون أنت يا حمد أنا حمد الكاسي من جعلان بني أبو علي منطقة الجوابي كانت معه بالجوابي من الجوابي
ايه جوابي على طريق الاشقر. الان الاجواء بارده تكون عندكم هناك؟ لا درجه الحراره 15 احيانا 14 ما شاء الله. احيانا الفجر تكون يعني الساعه 4 كثير تكون 12. يا حمد طبعا احنا لما سألناك من تكون انت ما نقصد من اسمك وشو قبيلتك. من اكون انا يعني ايش تبغى اقول لك؟ بك العمال انا ان شاء الله باحث عن عمل وان شاء الله خلاص اموري ان شاء الله مخلصه بالصحه ان شاء الله. ان شاء الله امورك طيبه يا حمد. بس حمد خبرني عن افكارك، من تكون انت، ايش حاب تكون، شو طموحاتك، شو تفكر؟ بكل شيء يعني طموحات بكل اي شيء. حمد سامحها زعلتك مشاعل؟ نعم. يقول لك منك سموحه زعلتك انا؟ لا والله ما زعلت طال عمرك. ما زين الزعل والله يدوم السعاده يا رب وروحك الطيبه هذه. نعم علينا وعليكم وعلى جميع المستمعين. امين امين يا حمد، يعطيك الصحه والعافيه. حمد الكاسبي، انا اريد استثمر وجودك، يعني الحين احنا جالسين نتكلم معنا زميلنا هنا في صيانه على الطريق ايضا، وانتم بحكم وجودكم في البيئه اللي يمكن الصحراويه والبيئه البارده، السيارات تتاثر بهذه الاجواء ولا يعني الوضع لا عادي؟ لا عادي الحمد لله، عادي الاجواء طيب الحمد لله، احنا نستمتع بهالاجواء غير نبغى امطار، بس الله يعود علينا بخير ما يجينا امطار، بس نبي امطار ان شاء الله. يلا ان شاء الله عسى رحمه الله ان شاء الله بتبدع الكل يا رب. شكرا لك يا حمد، يعطيك العافية. نروح للإنستغرام، عبد الرحيم سالم يقول مساءكم بنفسج جميعا من طاقم برنامج ومتابعين، أنا ذاك الشخص البسيط القنوع الذي له هدف وطموح، وسابقا كان له حلم ولكن بالإصرار والنجاح، وكل هذا يعود الفضل لوالده للوالدة الله يعطيها الصحة أمين يا رب والعافية بدعواتها القلبية لي. في الوقت الحالي أترجم الحلم في الواقع للحقيقة وأكيد لأهداف بعد الحقيقة، وفي الوقت الحاضر بإذن الله في الفترة القادمة راح تترجم في الواقع. طبعا علي يمكن حتى إحنا قصرنا في حق أنفسنا، ويمكن حتى المستمعين اللي قاعدين يسمعونا الحين وهم ماسكين دروبهم وماسكين خطوط، يعني يمكن ما يفبال السؤال إن يقول من أنا، وما سأل نفسه وما فكر وما عطى مساحة أن يفكر يكون من هو. حتى من أصعب الأسئلة أحيانا لما شخص يسألك يقول لك عرفني عن نفسك، السؤال صعب شوي، من وين تبدأ، شو تقول أنت، شو حاب يعني، شو الإجابة اللي هو حاب يسمعها شوية، وخاصة تكون في المقابلات. أي أحيانا أنت تكون مضطر أنك تعرف عن نفسك، يعني ما في مشكلة، ما في بأس أن الواحد يقول والله أنا قدمت أنا عملت أنا كذا في مثل هذه المواقف، لكن مسألة أنه الأنا والفردانية أن الواحد بس يريد يروق لنفسه والتسويق وحب الذات، هذه مسألة غير مطلوبة. نقرأ رسالة أيضا وصلتنا، لا أزال في رحلة البحث عن الذات، من أصعب الأسئلة التي من الممكن أن يجيب عليها الشخص، لأن باختصار حتى من يذكر طموحاته وأحلامه لن يخبرنا من هو، لأنك من أنت ليس مرتبط بالأمنيات والأحلام، لأنه له سؤال خاص وهو ما هي آمالك وطموحاتك. عزة شكرا لك يا عزة، ربي يسعد مساك العميد. ورسالة تقول مساء الورد على جميع مستمعي برنامج شباب على الهواء وعلى طاقم البرنامج، يعطيكم العافية على الأطروحات والمواضيع المتنوعة والهادفة، سؤال ربما إجابته تبدأ من الحياة اليومية للشخص، الأمال والطموح لا حدود لها، ويبقى الإنسان ببساطته وأخلاقه وحسن تعامله مع الآخرين هو المثال الأروع لكي يعبر لمن يسأله بواقعيته التي يشار إليها بالبنان. تحياتي لكم جاسم الحجري، يعطيك العافية يا جاسم الحجري. شكرا له جاسم الحجري. وعبد الرحيم سالم يقول كل التوفيق لكم أختي مشاعر، لا تنسونا من المشاركة معكم في الاستوديو. أكيد حاطينكم إحنا في القائمة يا أخونا عبد الرحيم. في فقرة الآن خصصت للمتابعين كل خميس من نوفينا. من نوفينا الزجالي يقول موضوع جيد، يعطيك العافية على هالبرنامج، شكرا لكم موفقين. تسلم يا أبو سعيد طلال القاسمي، يعطيكم العافية. رسائل كثيرة وصلتنا، في رسالة تختص ب صيانة على الطريق مع فهد، شو تقول؟ في استفسار يقول عندي استفسار بسيط، معاي مشكلة بسيارتي على مشية 20 إلى 40، أحس السيارة كامل تعرق يعني رقفة، بس من فوق 40 أمورها طيبة. هذه رسالة من فهد، يعني هو يقول فهد اللي راسل لنا الرسالة، سيارته لما يمشي من سرعة 20 إلى 40 يحس فيها مثل الرقفة، في مثل نفضة يعني عند السيارة، يعني يكون فيها برد أكثر شيء. يعتمد أول شيء على نوع السيارة، إذا كانت السيارة إكسل أو ديفريشن يعني دفع أمامي أو دفع خلفي، أو سيارة فورويل. إذا كانت دفع شو يعني دفع أمامي دفع خلفي؟ خلونا إحنا بنات بعد قاعدين نسمع نبي نعرف.
الدفع أمامي، السيارة تعتمد على الدفع الأمامي، يعني تطلع الـ 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 الإطارات الأمامية هي اللي تحرك السيارة. تحرك دفع خلفي طبعا تكون الإطارات الخلفية هي اللي تحرك السيارة. والرباعي اللي هو الرباعي اللي هو الأربع تواير يدور. جميل. طبعا احنا راح نستلم المقابلة يلا زي المكالمة الجاية. يسعد مساك يا مستمعنا. يسعد مساك استاذ مشاعر، شخباركم؟ الحمد لله يسعدك الحال. حياك الله استاذ علي، شخبارك وصحتك؟ يعطيك ربي الصحه والعافيه، كيف امورك؟ منور ما شاء الله، الحمد لله نشكر الله. حياك الله. حيا الله محمد الزوشي، شخباركم؟ الحمد لله. من وين تكلمنا يا محمد؟ والله حاليا الاخ مشاعر كان مش من الدوام عاد. يعطيك الصحه والعافيه ان شاء الله، عساك على القوه. الله يقويك. دخلنا نبدا بسرعه يا محمد، وفي صلب ممنوع انت حاب تكلم. وايد وايد بيقطع جلال اليوم حق شو اسمه. انتوا البنات تريدوا تطلعوا كرتون حروف مع بعض فتطلع تطلع الجمله. الله يعين. حلوه هاي كرتون حروف. من كثر الحماس انت حاب تتكلم. ما شاء الله عليها ما شاء الله. فهد صح يا محمد؟ حاب تتواصل؟ حاب تكلم فهد؟ أكلم فهد وأتكلم من أنا. يلا نبي نسمع إذن أول حاجة فهد، بعدين خبرنا من أنت. والله أستاذ فهد. تفضل أخوي محمد. السلام عليك، شخبارك؟ وعليك السلام، يا هلا بيك. ما شاء الله زيرنا في البرنامجنا يعني. الله يخليك، تفضل. شباب حنا. حياك الله. أكيد برنامجكم ومكانكم يا محمد. إيه لأن برنامج الشباب، لأن إحنا الحمد لله بعدنا شباب يعني. يا صحة والعافية. الله يعطيكم العافية إن شاء الله. الله يعافيك إن شاء الله. بس أستاذ فهد أنا عندي مشكلة في السيارة، عند يعني في الشهر حوالي بدل آيل ما يقارب مرتين في الشهر، مرة واحدة. ما شاء الله. إيوه. نوع السيارة؟ معنا نوع الكامري 2000 عن تفضحنا عاد. أربعة سلندر عادي عادي بالعكس محمد. ستة سلندر. ستة سلندر. تقريبا في الشهر كم كيلومتر تمشي؟ والله أستاذ حوالي ما يقارب يعني أنا أداوم فروي وأروح الخابورة يعني أروح وأرجع كل يوم. ما شاء الله. يعني أنت باربين 10,000 يعني 10,000 ممكن يكون في الأسبوع كذا، الله أعلم. ما شاء الله ما شاء الله. أيوة. هذا أهلك واجب يا محمد تمشي تزورهم ويعني وتقعد معاهم؟ لا أنا ساكن معي زوجته ومعي أمي. يلا الله يحفظها لك إن شاء الله. يحفظها. آمين يا رب العالمين. آمين. زين هذا مشكلة السيارة. أنت لازم تحسب أول شيء، تشوف كم كيلومتر أنت مشيت. إذا عديت 5,000 الكامري بشكل عام على حسب ما نعرف أنه أول ما تعدي 5,000 يبدأ يسحب الآيل طبيعته. كذا طبيعة الكامري يعني ينقص نفسها. ينقص مستوى الآيل. ينقص مستوى الآيل طبيعة الكامري. بعد 5,000 أي سيارة حصلت تبدأ تنقص آيل. وإذا كان النقص عندك كثير راح تلاحظ أنه في عندك دخان من الإكزوز من عدم الصوت. صحيح راح تحصل فيه دخان. إذا حسيت أنه فيه دخان معناته في عندك مشكلة أساسا في الماكينة. إذا يعني ما في دخان معناته السيارة أصلا ما فيها شيء، بس أنت المشكلة عندك أنت أنه ما شاء الله جالس تمشي بالسيارة ومعدي 5,000 وزيادة يمكن بعد. وايد أنا الحين في نفس الوقت يعني أمشي اليوم اللي حسبت يعني السيارة تمشي 170 كيلو في اليوم. ما شاء الله. لا ما في اليوم، هذا من الخابورة لحد روي بس. ما شاء الله. والله يعطيك الصحة والعافية. تروح وترجع يعني؟ الله يعطيك. أيوة أروح وأرجع. يعني في اليوم 200 وشيء تمشي انت كذي حوالي. اعمل لها صيانه دوريه، حافظ عليها وان شاء الله سلامتك اهم ما يعني ما يمكن يا محمد. لا الحمد ايضا لله محمد تهتم في فحص الاطارات وكذا، لانك تمشي مسافات طويله في اليوم. ايوه اهتم، لازم اجبار ان اهتم، لازم اشيك على التواير ولازم اشيك على الماكينه وهذا، لان في نفس الوقت هذا طريق ما حد يعرف ايش اللي يصير وايش ما يصير. لازم تشيك على الماء يا اخي محمد، لازم تشيك الماي ضروري. الماي 24 ساعة لما أطلع من البيت ولما أطلع من الدوام. ما الماي اللي تشربه، ماي السيارة ترى. تدوم الضحك إن شاء الله يا محمد. آمين يا رب العالمين. الحين إحنا متشوقين بنعرف من تكون، من أنت يا محمد؟ أنا في أعوذ من كلمة، أنا في 5 بيوت وأتمنى أنكم تسمعوها. البيت الأول سامح الله ناس هجروني والهجر مبزين يا أهل الله، والدمع تهطل من عيوني مثل المطر نازل النبعون الله،
ونمت هناك دفنوني خابورة تحت ظليل الله وفي الطواف يا الربع ذكروني ذكروا غريم من خضاها الله. الله 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 هذا أنا يا سلام. صح لسانك. والبيت الثاني مو هايلة خلاص بعد خمسة بيت خلاص أنا سرحت يعطيك الصحة يا محمد. سعيدين بوصلك يا محمد. لا يكون شايفين شيء حطيته في شيء أنتم. يعطيك الصحة يا محمد. عساك إن شاء الله بطولة العمر. الله يحفظك لأمك ويحفظهم لك ولغاليك يا رب إن شاء الله. آمين أستاذ مشاعل. آمين ربي يسعدك. شكرا لك يا محمد. مشكور أستاذ على الاستضافة. يعطيك ربي الصحة والعافية. سعيدين بوصلك دائما. لا تقطعنا. طبعا المستمعين احنا اليوم فقرة سالفة شبابية، السالفة اللي تعودنا عليها كل يوم نطرح موضوع اليوم من أنت من تكون، لكن اليوم أو في افتتاحية لفقرة جديدة اللي هي صيانة على الطريق، وإن شاء الله اللي راح تكون اليوم احنا افتتحناها يوم الثلاثاء لكن هي إن شاء الله راح تكون كل أربعاء وبإذن الله. جلال خلاص قال يوم الأربعاء كل أربعاء ما في سالفة شبابية، السالفة الرئيسية صيانة على الطريق. وراح يرافقنا إن شاء الله فهد الغسيني معانا. إحنا دائما لما نمرض نروح الطبيب، لكن أنتم مستمعين سياييركم لما تمرض تودونها عند الجراج اللي يصلحون يعني الوكالة السيرفس تسمون صيانة للسيارات. فإحنا فاتحين لكم هني، السباين موجودة والجيك موجود كل حاجة موجودة مستمعين. إن شاء الله كل أربعة راح نكون في صيانة على الطريق. نقرأ بعض الرسائل اللي وصلتنا. مشاعل مساءكم خير ومحبة، أنا بسيط بعفويتي وأحب أخدم الناس وإنسان صريح ما أحب المجاملة. طلال المبسلي تحياتنا لك. الله يهداك يا طلال. قامل شوي قامل الناس الله يعطيك الصحة والعافية. تمشي أمورك. مساء الخير. أنا مثل ما أنا وأكون كيفما يريد الخالق. أنا أكون أنا منتهى السكون والجنون، أحمل الآمال بقلبي بغرام وشجون. أبو اليازية العلوية. طلعت الخبايا ما شاء الله. ما شاء الله عليهم. يعني محمد البلوشي الخمس بيوت اللي قالهم أبحرنا لا فيها. لا خمس مع ملحق بعد ولا قاعد انتظر البيت الثاني. خلص الرجال أمير الشحي يقول أنا عاشق ومحب في 2014 ومفارق محب في 2015. ما من فراق إن شاء الله نقوله. الله يجمعكم على خير يا أمير الشحي. إيش حالكم اليوم؟ سمعونا ميحد أغنية الكوس المطلي إن شاء الله ولا يهمك. شكرا لصاحب الرقم اللي ينتهي 222. تحياتنا لكم. متواصلين معكم أيضا الرسائل والتغريدات على التويتر. يعني نرجع شوي مع فهد الغسيني. فهد، نحن تكلمنا عن الزيت، زيت المحرك وكذا. أيضا في المسألة اللي هي شمعة الاحتراق، يعني هذه من الأمور اللي واحد صعب أنه يقيس متى مفروض أنها تبدل، فكيف الواحد ممكن يعرف هذه الأشياء؟ شمعة الاحتراق اللي هي البلاك يسموها، بالعامية نسميها البلاك أو البلاكات. أيوة. هذه طبعا على كل نوعية مكتوب عليها. فيها اللي عندك اللي هي نوع اسمها الأريديوم اللي هي تمشيك 100,000، وفي نوعية تمشيك 10,000، في نوعية تمشيك 20,000. يعني أنت لما تروح تأخذ البلاك نفسها أو الشمعة هذه، شمعة الاحتراق، تحصل مكتوب فيها على العلبة يعني كم ممكن تمشي فيها. البعض يقول أنا لاحظ الحين معظمهم على 100,000 الجديدات. 100,000 هي وش اسمها؟ أوريديوم ولا نوعية الأريديوم؟ أريديوم. أريديوم. شيء نوعية اسمها بلاتينيوم أو شيء ولا؟ في أريديوم، في بلاتينيوم، في NJKR، في الفي باور، في وايد أشياء. في منهم للسيارات التزويد وكذا. في منهم سيارات التزويد السباقات. نعم. طيب يعني ذكرت المسألة 100,000، والله أنا الآن اشتريت السيارة ونسيت هذه البلاكات، يعني هل هي 100,000 10,000؟ هل أتركها لغاية أنه والله أحس أنه فيها تقطيع وفيها مشكلة بعدين أبدلهم، ولا في طريقة أخرى؟ المفروض أنك تبدلهم إذا كنت ناسي، حاول أنك تبدلهم، لأنه البلاك نفسه هذا أصلا إذا أنت ما غيرته ما شرط أنه تقطع السيارة، لأنه ممكن ينكسر يأثر يعني ويروح داخل ويكسر لك الوال اللي هو صمام الهواء. اي لانه اسمع البعض يقول لك والله اذا ما عرفت خلي لين تحس السياره بدات تقطع وان العزم قل شوي وبدل هذيك الساعه. لا هذا غلط، مفروض انه يبدلها قبل لا توصل لهذه المرحله. يعني ينكسر هو ال اي ممكن انه ينكسر، لانه هو في يعني في هو مثل الشمعه. اسمه شمعه يعني. أيوة. شمعه الاحتراق الداخلي. فممكن هذيك الشمعه تنقص قبل لا تحترق.
وتروح داخل الصمام نفسه وتعمل لك مشكلة يعني. إن شاء الله ما راح تحترق بإذن الله. إن شاء الله. أو بإذن الله. طبعًا داود يقول موفقين أنت والزميل علي صعب. داود العذوبي. العذوبي عفواً. زميل دراسة. تحياتنا لداود. المعمول يقول أنا الشخص خلقني الله عز وجل، لدي الكثير من الطاقة التي منحني إياها سبحانه، فحمد لله على هذه النعمة. الحمد لله دائما. الله يديم النعم. روح البداوة سنيدة الشكيلية أتوقع هي هذه. ما هو بوقت المعاتب ولا وقت الملام، حتى لو حالتي بعد غيبتك حالة عدو، والله هني ليلة موعدك عييت أنام، والعرب حسوا بحزني وضاقوا. صح بوحك يا سنيدة. يعطيك الصحة والعافية. مستمعينا صباط زيدي يقول أنا شخص اللي أحكم على نفسي، أنا شخص اللي كل أفكاري ذاتية تحتوي شخصيتي. تحياتي للسعدية. تحياتنا لك يا صباط. أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم. بنت العقيد اليوم كلهم صايرين المتنبي. تحياتنا لكم مستمعينا. يعني برضو يكتبوا يعني حقوق الطبع والنقل وكذا، الله يهديهم. علي سالم الجهور يقول اشبه الانسان بعجينه تتشكل، شبه الانسان بعجينه تتشكل في الصغر بسهوله، والبهارات المضافه لها العجينه هي القيم والمبادئ التي تجعل الطبخه طيبه او العكس. بالفعل. تحياتنا لك يا علي. حمد المرهوبي يقول بس السيارة الجديدة ملزم تشيكها لأنها في الوكالة تتشيك. أكيد سيارات الجديدة يقول لازم أوديها السيارة الوكالة تتشيك لأنها جديدة. أكيد طبيعي. أيوه. طبيعي يا حمد المرهوبي. على أساس أنه نفس الشيء بعد ما يفقد الضمان. بالفعل. وما يخسر في نفس الوقت. أصباط الزيد يقول أنا هو ذاك الشخص الذي يسامح ويقتنع ويبتسم، بس بصراحة جلال اليوم ما متفاعل، ما أعرف ليش. جلال إيش فيك؟ صلى على النبي. جلال يقول ما فيني شيء. رقية ناصر تقول كن رقما صعبا في الحياة، لا تقبل التشابه، كن شخصا مختلفا، دع إنجازاتك تتحدث عنك، أطلق قدراتك ولا تكن نسخة من أحد. تحياتنا لك يا رقية. وإحنا دائما نقول لا تكن نسخة متكررة من أحد، دائما تميز بأسلوبك بذاتك بشخصيتك. تحياتنا لك يا خولة تقول الأبيات للمتنبي. أي إحنا ضاعت عنا، كانت نعرف أنها مشهورة بس ضاع عنا المتنبي. تحياتنا لكم. أنا إنسان من أرض عمان، ذكر اسمي بالقرآن، اسمي هو خليفة يعني شيخ القبيلة. خليفة البوسعيدي. تحياتنا لك يا خليفة. حمد المرهوبي يقول التفاؤل والأمل جسر عبور نحو النور، كن متفائلا وأعمر قلبك بالأمل، تحلو في عينيك الحياة وتبصر جمالها. يونس الذهلي، أنا الذي برضا والدي أحس الناس كلها راضين. الله عليك يا يونس. رضا الوالدين من رضا الله رضا. نعم الوالدين. نعم. مساء الخير وألف ترحيب. من أنا؟ يقول ما لكم شغل منها. ليه زعلان يا المعولي؟ ولا لابس نظارة بعدها كاشخ يا المعولي. خلاص عرفنا احنا انت من. أمسي عليكم بالخير. استفسار بسيط، هل خروج الماء من العادم يعني المحرك نظيف؟ هذا السؤال موجه لي فهد الغسيني، يسأل عن يعتمد إذا كان في أول الصباح. إذا كان في بداية تشغيل في أول الصباح يعني يشغل السيارة ويطلع من الماء، فالماكينة معناتها السيارة معناتها أمورها طيبة وما في. إذا كان في وقت ثاني، إذا كانت في وقت ثاني مثلا السيارة حارة وتطلع الماء من العادم، معناتها في عندها مشكلة في السيارة، فيها زكام. يمكن نكثر بعد من كذا. تحياتنا لك يا فهد ومنورنا هني في الاستوديو. طبعا أحمد ناصر يقول ناصري يقول أصلا نحن الرجال عادي أمورنا طيبة، إذا تخترب عندنا السيارة نعرف نتصرف، لكن المشكلة عند البنات. وأنا أزيدك من الشعر بيتي أحمد يقول في رجال وما يعرفون وما يعرفون حتى يغيرون بنشر تاير. في مكالمة يا جلال يرد عليك زمان الشيء. استقبل الاتصال ونقول يا مرحبا. يا ميت هلا ومسهلا، اسعد الله مساكم ومساء كل المستمع لهذا البرنامج الطيب. اسعد الله اوقاتك. اسعد الله اوقاتك. حيا الله يا حسن. هلا بيكم. الو هلا بيكم. حسن ولا عزان؟
لا عزان عندي. عزان أقول عزان. جلال يقول لي حسن. يا هلا بيك يا أختي مشاعل مع اللمن. يا مرحبا مشاعل معك. من وين تكلمنا عزان؟ ولاية المضيبي. ولاية المضيبي يا مرحبا. هلا بيك أمسي بكم اللي تسمعوني دائما أقول لكم مساك الله مساكم أفضل خير. قلناها بجد من أنا معروف لكن أنتم من عرفوا بأسماءكم واحد لواحد عرفوا بأسماءكم في كل فن المستمع يسمع لكم من دون عد طال عمرك. يا سلام عليك يا سلام. هذا من أي فن؟ هذا فن الشعر. فن الشعبي. تشلها شلة تقدر تشلها عزان؟ أشهد أني أقدر أشلها. عز الله ونعم عز الله ونعم. بسمع بيكون بنزعج العالم. لا أفا 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 همل سيبكم لي تسمعوني دائما نساكم الله بخير. قلناها بجد من أنا معروف لكن أنتم من عرفوا بأسماءكم واحد لواحد عرفوا بأسماءكم في كل فن المستمع يسمع لكم من دون عد. تسلموا صباحك يا عزان. يا سلام. يلا ما تستغيبوا ولا شيء يمسحوا الشلات. لا بالعكس والله صوتك جميل شل حلوة. لا ما شاء الله عليكم. هذه مهداه الى مخرجنا الطيب يستاهل جلال يستاهل ولكل من يسمع هذا البرنامج الطيب يستاهل منكم للمستمع كله. تسلم تسلم يا عزان. تسلم في يا برنامج يختص بالفنون المغناة مع زميلنا سالم البدوي. اها قالك تشارك معاه وشي بشلة وب... والله سالم البدوي ما يخفى عليكم أنا كنت عضو من في الأعلام في مجالس الشعراء في تلفزيون وفي الراديو وكان سالم معنا عضو نفس الشيء. ما شاء الله عليك يا عزان. سالم البدوي كان عندنا عضو في مجلس الشعراء في البرنامج التلفزيوني وفي برنامج الإذاعة ولكن الحين كلها راحت وندعو ونطلب ونسأل لأنه يعاد البرنامج بشقيه التلفزيوني وعلى الهواء في الإذاعة في برامج جديدة يا عزان نريدهم يعيدوا لأن كل العالم تترجى هذه البرامج وكل العالم أكيد تطلب أكيد. وأخواننا يسألوا وحنا تسأل ولكن أشوفه لا زال ما سووا شيء المسؤولين في برنامج في الإذاعة. أقول لك حبيبنا عزان فالك الناموس وشراع كلهم مختصين بالشعر. صحيح. والله لا يكفي الناموس ولا الشراع بايكون مفتوح مفتوح تسمع مني برنامج مجلس الشعراء إن شاء الله البيرق البيرق في التلفزيون وفي الإذاعة يكون يلا. دائما كل أسبوع 12 شاعر مثل ما كان الناس تتابعهم من كل مكان. اليوم أقولها على الهواء اللي راحت ما ليش ما نعرف ليش. طول بالك يا عزان طول بالك يا عزان طول بالي علينا نموت لكن نطالب علينا نموت عزان عزان. نعم يعطيك الصحة والعافية يا عزان. عندك مشكلة في سيارتك ولا حاجة حاب تسأل فهد؟ والله يا أخي فهد أنا أكبر عنه سن هو أكبر عني عقل ومعلوم السيارة لأن صاحب السن اللي أكبر في السن يعرف أكثر عن اللي تسمع مني هالحين. ما عليكم أكيد. زور أكيد. ما عليكم زور ضربتي واتحملها وريد عني ينصح الأخوان الثانيين بس. يعطيك الصحة والعافية يا عزان شكرا لك. مساكم الله بالخير. شكرا وسعادة يا رب وياك. تسلم. متواصلين معكم مستمعينا برسائلكم الجميلة الله يديم وصال عزان وأيضا المتصلين الآخرين. نذكر برقم البرنامج 2 4 6 9 8 1 5 1 ورسائل نصية القصيرة على 90 4 5 6 وتويتر والإنستغرام @شباب راديو أمان. رسالة تقول هلا مساء الخير للجميع أسرة البرنامج وعلى فهد بس إذا مشاعل احتجتي مساعدة في تبديل الزيت على حسابي. طال عمرك إحنا نعرف نبدل زيت نقايل كل شيء الأمورنا أمورنا طيبة. ليش ما تردوا على اتصالات انتوا ما تحبوني انا الشخصية المرحة المتفائلة ابو عوف. يا عبد الرحمن ان شاء الله بنرد عليك. يلا رجع اتصل يا ابو عوف وان شاء الله فالك الخير ان شاء الله يا رب. مساء الخير صح لسانك شعرتنا سندة شكيلية ابو سامي سهيل الرشيدي. امير الشحي يقول انا ما انا وانا جوعان. اي انتوا مو انتوا جوعان. يلا الله يرزقك وجبة. أنا إنسان بهالدنيا يعبد الله ويطلب رضاه ورضى الوالدين ونعيم الجنة عبادي. أمين يا رب إحنا وياك جميعا يا عبادي. مساء الخير مواضيع جدا راقية وتستحق المتابعة. من أنا من أكون أنا مواطن صالح هذا أنا وشكرا أمينة
سعيد المعمري. حياتنا لأمينة، أمس كانت تحاول أنها ترسل بس كانت عندنا مشكلة إحنا في الإنترنت، للأسف الرسائل ما وصلتنا. أمينة سعيد المعمري تقول الموضوع جدا جميل، شكرا للقائمين على البرنامج الجميل، مساء الخير. هذه تكررت الرسالة يا أمينة. مساء الخير، كلكم حلوين ومخرجكم أحلى، كلنا مع هذا في شيء ما يتعلق بموضوع الحلقة اليوم. ناصر المحروق يقول أحب أزيد على كلام رقية نوبة مرات حد يرمس عفنجان قهوة. قهوة ناصر المحروقي، أنا اللي أتمنى أن أكون مكتشف ومتسلق جبال وسأستمر. جميل، طموح رائع، متسلق جبال، مغامرات حلوة، متسلق تسلق الجبال، ركوب الأمواج، أشياء جميلة مستمعينا، حلو أنكم تمارسونها. كل إنسان يشوفها من منظوره الشخصي طبعا. الحياة جميلة لما يكون فكر الإنسان جميل وراقي، لذا ما كل ما يتمناه الإنسان يدركه. مساءكم بإذن الله قابوس المنذر الرمضاني، تحياتنا، مساءنا وطن بإذن الله، ونتمنى عودة يعني حميدة وسريعة لمولانا حضرة صاحب الجلالة. شوف تلفون يرن ونقول يا مرحبا. خير رنة مو غريبة علي. هذا الرنة ما غريبة، أكيد عرفتم من أنا. وإحنا حابين نعرف أنت من تكون، منك أنت. أنا من مياهك قطرة فاضت جداولة من سنة، أنا من ترابك ذرة ماجت مواكب من منى، أنا من طيورك بلبل غنى بمجدك فاغتنى. يا سلام، صح لسانك، الله يا سلام، الله الله الله. انا من مياهك، انا من مياهك قطرة منور يا محمد. هو محمد العمري ما حصير طبعا. يا مرحبا، رنتك خلاص يا محمد. الله يسلمكم، وابشركم صراحه ان انا عندي سياره ما تخترب ابدا، اقول حلفهت انا عندي ما شاء الله. سياره ما تخترب. قول ما شاء الله، صلى على النبي، الناس قاعد تسمع. هذا ما نعرف السياره ولا ناقه، هذه ناقه. الدور حق نفسك انت، يوم بتخترب تعال عند فهد. لا لا، تعرف ليش ما تخترب؟ ليش؟ لان كل شيء فيها خربان اصلا، ما في شيء. لان من هذه النقطه انا مطمن يعني خلاص. الله يحفظك يا رب. بغيت اسال سؤال يعني عن مثلا السياره هذه في الاول الصباح، طبعا تغير الجو، مثلا عندك مثلا لما تروح خط، فهمني؟ نعم. في عادة ما أدري هل هذه، لأن بعدنا في السيارات ما نفهم فيه هذا الشيء الكثير. نعم. يقول لك إنك أنت إذا تمشي خط مثلاً بالسيارة 1000 كيلو فما فوق، أو حتى 500 كيلو 600 كيلو، أنت ماشي بها خط متواصل. زين. يقول لك لا تبنتها في نفس الوقت سيارة، لأنه يقول لك هذا الشيء يضر منك. فهل هذا يعني الاعتقاد هذا صحيح أو بس يعني بس كلام كذي في الفاضي؟ لأنه يعني واحد علي متى يجلس خلي السيارة شغالة كذي. حلو، ممتاز. ايوه، وشيء اخر، سالفه حر السياره، انا اللي سمعته يقول لك الحين خلاص هذه سالفه حر السياره، هذا شيء قديم يعني، ما في انك انت شغل وروح على طول يعني، انت خلاص ما يحتاج فتره التسخين في البدايه. تقصد تسخين في البدايه هذه، ويا ليت تتكلم عن هذا النقطه لانه فعلا يعني معلومه مهمه رينا على. طيب، ولا يهمك يا محمد، ان شاء الله. الله يحفظك ان شاء الله في الدرب يا محمد، وهلا الله على السرعه ان شاء الله. لا 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 لا، انا بسرعه خلاص، انا ما اسوق اساسا يعني، انا يساق بي. يساق. الله يحفظك يا حبيبي. ان شاء الله. مع السلامه. نسمع تساؤلات محمد ونسمع الاجابه منك يا فهد. بخصوص ان السياره اذا تمشي فيها مسافه طويله، في مسافه تقريبا 1000 كيلو او حتى 300 كيلو، يفضل انك لما توقف بالسياره ما تبند السياره على طول، خليها تهدى الحراره، خلي السياره تهدى. طبعا دائما نسمع هالمقوله يقول لك السياره ماسكه خط خليها شويه ترتاح بعدين بندها، على اساس ان المراوح تكون اصلا عندك شغاله. المراوح تكون شغاله، تبرد. عندك المبرد الماء. والراديتر، تهدى السياره ترتاح، ترجع حرارتها الطبيعيه، تقدر تسكر السياره. يا سبحان الله، بكل سهوله. طبعا حتى الانسان لما يركب، انت ما تقدر تركض وفجأة تقحم في ماي، او تجي تركض تشرب ماي على طول، بشكل تدريجي. توقف ترتاح شوي شوي، تنتظر بعدين تشرب الماي على راحتك. فنفس الحالة لما انت تجي الصباح تشغل السيارة، هو صحيح في كلام انه يقول لك الحين ما يحتاج انك تحر السيارة، تشغلها وتطلع على طول، بس انا اقول لا، انا اقول تشغل السيارة وتنتظر لحالتين. الحالة الاولى، انت اذا كان في عندك عطل اساسا في السياره راح تعرفه،
تسمع صوته أو شيء؟ تسمع صوته. يعني مثلا عندك أبسط مثال، عندك البلت، إذا عندك البنت في البلت فيه مشكلة اللي هو السير، هو السير هذا اللي يدور في مشكلة أو في حاجة راح يبين عندك على طول. ثاني شيء والمشكلة اللي دائما تحصل في حاجة اسمها أويل بامب، هو ضخ الأويل اللي يرفع لك الأويل من علبة الزيت نفسها يرفع لك إلى على الماكينة، هو يسمى أويل بامب. أيوة ضخة الأويل. هاي مصطلحات دائما نسمعها بس ما نعرف عنها. احتمال أنت لما تجي تشغل السيارة تطلع السيارة، طبعا أنت لما توقفها من بالليل لحد الصباح أو توقفها يومين أو ثلاثة أيام، الزيت اللي موجود كله فوق يكون نازل تحت. أيوة. فأنت لما تجي تحرك السيارة الزيت ما يروح يطلع عندك فوق أصلا. أها. وإيش يصير؟ على طول تضرب معك الماكينة. أيوة. رح تتأثر. أيوة. رح المسننات اللي فوق راح تتآكل، عندك ال الصمامات الهواء هذه الوال اللي حنسميها الوال تتاكل. عندك الكام اللي يحرك الوالات هذا نفس الشيء يتاكل. البساتين تتاكل مع التكرار يعني لما تعمل اكيد. فعمر الماكينه راح يقل اساسا. فانا افضل انك انت تنتظر لحد ما الزيت يرتفع الى فوق، الماكينه تتغذى بشكل كامل. يعني لا يعني لازم تحرك السياره، لازم تحرك. يعني ما في مساله يعني تقريبا كم اقل حاجه؟ دقيقتين. دقيقتين ما تنتظر يعني لين المؤشر يبين ان الحراره نزلت او اقل حاجه دقيقتين خلاص تكون الماكينه عندك شغاله. جميل. يعني هو ذكر موضوعين، الموضوع الاول اللي هو صوت السير ممكن تسمعه. أيوة. والزيت اللي لازم يرتفع. أيوة. وايضا في حيوانات تكون داخل هناك خاصه الحين في البرد اي لازم تنتظر، يكونوا جالسين يدفوا. لما تشغل السياره يطالع فيك وهو يمشي. ليش قومت؟ ليش صحيتني من النوم؟ خربت علي وقال لي دفى داخل هناك. طبعا متواصلين معاكم مستمعينا ومع رسائلكم وتغريداتكم، خلكم على السماء. خلينا ناخذ بعض الرسائل اللي وصلتنا على الانستغرام ونقول موضوع جيد. تضحك. اهني موضوع جيد، يعطيك العافيه على هالبرنامج. وايضا رساله اخرى تقول برنامج واعدادك جميل ورائع، ربي يحفظك. هذه رساله لي مشاعر. ربي يحفظك يا يحيى. شكري. شكرا لك. طبعا احنا كان المفروض نطلع بس جلال قال نقرا تغريدات بعدها نروح للفتره الدينيه. خلاص وقت الفترة الدينية مستمعينا راح نترككم لحد بعد ما نرفع أذان العصر وراتي لكم إن شاء الله. إذاعة الشباب من سلطنة عمان. لا تضيق ضاقة الدنيا عليك، خلي في صدرك مكان وعيش به، طالع العشر الأصابع في يديك بين عشر صبع والأول شبه. لا تضيق ضاقة الدنيا عليك، خل في صدرك مكان وعيش به، طالع العشر الأصابع في يديك بين عشر صبع والأول شبه. لا تضيق ضاقت الدنيا عليك، خل في صدرك مكان وعيش بك. مستمعينا يرفع الآن على مسامعكم أذان العصر حسب توقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها. الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. هكذا مستمعينا رفع على مسامعكم أذان العصر حسب توقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها. كم مضايق يشبهك لكن يجيك به بشاشة واللقاك تبشبه يمكن اللي فيه يبقى دوم فيك بس عود حالك ولا تنشبه. كم مضايق يشبهك لكن يجيك به بشاشة واللقاك تبشبه يمكن اللي فيك يبقى دوم فيك بس عود حالك ولا تنشبه. لا تضيق ضاقة الدنيا عليك خل في صدرك مكان وعيش كون الصابر يا ربك كون صابر يوم ربك كون صابر يوم ربك يبتليك كون صابر يوم ربك يبتليك الصبر مفتاح خير الدشبه وان غدا الماضي لذاكرتك شريك كل ماضي ما يفيد النبشبه كون صابر يوم ربك يبتليك الصبر مفتاح خير الدشبه ونغدى الماضي لذاكرتك شريك كل ماضي ما يفيد النبشبه. لا تضيق ان ضاقت الدنيا عليك خل في صدرك مكان وعيش به. الدموع اللي تخطت الدموع اللي تخطت الدموع اللي تخطت وجنتك الدموع اللي تخطت وجنتك أصبحت تروي لراضي المعشبة ليش تروي هالشجر من مقلتك والشجر كله نهايته خشبة. الدموع اللي تخطت وجنتك أصبحت تروي لراضي المعشبة ليش تروي هالشجر من مقلتك والشجر كله نهايته خشبة. لا 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 تضيء ان ضاقت الدنيا عليك خل في صدرك مكان وعيش به. شباب على الهوى يجي معنا سوا شباب على الهوى يجي معنا سوا على الشباب اسمعنا وبالخير تلقانا وبالحب شاركنا وصوتك يسعدنا على الشباب اسمعنا وبالخير تلقانا وبالحب شاركنا وصوتك يسعدنا. شباب على الهوى شباب على الهوى شباب شباب على الهوى شباب على الهوى كل التحايا لكم مستمعينا وكل اللي قاعد يتواصل معانا على 90456 أو على 2469-8151 أو على شباب راديو أمان سواء في الإنستغرام وتويتر. شكرا لك يا راشد الفجري يقول أنا اللي صدق
يقول أنا اللي صدق أشتاق وأموت في حزة غيابك، وإذا محتاجني مرة أنا كل العمر محتاج. سعد الله مساكم أحبتي وشكرا لكم على هالبرنامج، تحياتنا لك يا سعدي صحبوحك. أيضا سبوت زيدي يقول مشاعل أنا بيعرف من أنتي وما هي شخصيتك. سيارتي إن شاء الله يقول رح تكون من الوكالة بإذن الله عشان ما أشكي منها باس. إن شاء الله ما تشكي باس أبدا يا أحمد، عفوا يا سبوت. أحمد السعيد يقول صح عليك جلال، هو المطلوب هذا اللي موصلنك عليه. راشد والجسمي ذوق عالي، برنامجكم اليوم حماس. هذا ذوق جلال، يعطيك العافية يا أحمد. طبعا هذه تحية من أحمد لجلال. وليد المالي يقول مساء الخير، أنا عن نفسي أحب أتعبث في سيارتي إذا كان فيها مشكلة. حلو التعبث ها فهد، التكرار يعلم الشطار. جميل، يمكن هالشيء اللي خلاك انت تكون يعني ملم بكل هذه الاشياء في السياره، في الميكانيك في السياره بالتحديد. اكيد يعني أكيد. من يوم كنت صغير كنت تتعبث وانا اكسر. هو هذا التكسير طلع منه فايده. انا جيت الحمد لله على السلامه علي. المهندسة نورة تقول شكرا لكم جميعا على الموضوع اليوم، أنا الإيجابية والطموح والتفاني، تحياتنا لك يا نورة المقبالية. أحمد السعيدي يقول أنا من صنع من لا شيء كل شيء. حلو هذه الإيجابية في رسائلهم تغريداتهم. زين ممتاز، عسى تكون هذه الإيجابية أيضا في حياتهم وفي الواقع إن شاء الله. أبو حسناء المعولي يقول مساء الخير، حبيت أمسي عليكم وعلى جميع المستمعين مستمعي برنامج الشباب، من بركة إلى مطرح والرب حافظ، مساكم أحلى. مساكم أجمل يا رب مستمعينا، ونقولكم دروب السلامة. تقول مساء الورد والنرجس، معاكم غزال الوادي، حبيت أسلم عليكم، تحياتنا لك يا غزال. هلا ومشكورين على البرنامج الرائع. واجبنا. أخونا العزيز حاتم الممر يقول صار معي موقف ما يخص الصيانة على الطريق، وعذرا في الطريق ما أقدر أتصل. إن شاء الله ما من باس إن شاء الله يا خالد المعمري. أيضا نقرأ تغريدة أخرى من روح البدا، وسعيد القرداني يقول القرادي مساءكم ورد، دائما متميزين في برنامج شيق والمتميز، أشكركم. أنا شخص لا أحب أن أزعج أحد أو أزعج أحد، من أرادني سيجدوني. تحياتنا لك يا سعيد الجرادي. في سؤال لك يا فهد يقول أن تواير سيارتي دائما تخترب، مرة مسمار ومرة يحتاج لها هواء، ما أعرف شو السالفة مع أن تواير ركبتها السنة الماضية. شو نقول له؟ بسيطة، شو هي؟ خلي يركز وهو يمشي في الشارع. حلو، عشان ما يدخل لا مسمار ولا غيره. أيوة. سمعت أخونا أن ركز وانت تسوق، لا تمشي فوق المسامير، ودير بالك، وإن شاء الله تشيك على السيارة وعلى التواير أول بأول، وإن شاء الله ما من باس. خلونا نروح لفقرة على وين. جوهرة مسقط اسم أطلقه حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه على هذه السفينة الشراعية التي شيدت في سلطنة عمان وعلى ساحل قنتب بمدينة مسقط العامرة. تصميم جوهرة مسقط وبناؤها مستلهمان من سفينة عربية يعود تاريخها إلى القرن التاسع الميلادي، تم اكتشافها في المياه الإقليمية الأندونيسية قرب جزيرة البلتانج في عام 1998 مع حمولتها التي اشتملت على بضائع متنوعة تضم العديد من التحف المصنوعة من الخزف الصيني والعربي إلى قدور وعملات فضية وذهبية، فضلا عن اليانسون النجمي.
قدمت جوهرة مسقط كهدية سلطانية من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه إلى الشعب السنغافوري الصديق، تقديرا لعلاقات التعاون الإيجابية القائمة بين البلدين ودور سنغافورة ليس فقط على خطوط التجارة البحرية وطرق الحرير التجارية، وإنما كذلك لكونها الدولة التي كان لها السبق في اقتناء الكنوز النفيسة التي اكتشفت ضمن حطام السفينة الأم وصاحبة المبادرة في توثيق ذلك الاكتشاف وإبرازه. يبلغ طول السفينة 18 مترا وعرضها 6.5 أمتار، وقد تم بناؤها باستخدام ألواح من الخشب تم تشبيكها بواسطة حبال مصنوعة من ألياف أشجار النرجيل دون استخدام المسامير أو البراغي، وذلك بما يماثل صناعة السفن التقليدية إبان القرن التاسع الميلادي. الأخشاب المستخدمة في بناء السفينة هي أفزيليا أفريكانا من غانا والساج من الهند والسدر من عمان، وتم خلال توقف الجوهرة في سريلانكا استبدال صاريتي السفينة اللتين تهشمتا بفعل الرياح العاتية بصاريتين مماثلتين من نفس نوع الخشب ولكن من سريلانكا. توقفت جوهرة مسقط في طريق رحلتها البحرية إلى سنغافورة في موانئ كوتشين الهند وغال في سريلانكا وغورغ تاون بجزيرة بانانغ بماليزيا وبورت كلانغ بماليزيا أيضا. انطلقت جوهرة مسقط في رحلتها التاريخية من ميناء السلطان قابوس في تمام الساعة 12 ظهرا في الأول من ربيع الأول سنة 1431 هجرية الموافق 16 من فبراير 2010 الميلادي. ووصلت جوهرة مسقط إلى محطتها الأخيرة في سنغافورة الساعة 15 يوم الثالث من يوليو 2010، حيث تم استقبالها استقبالا رسميا وشعبيا حارا بحضور فخامة الرئيس السنغافوري وجمع كبير من المسؤولين والدبلوماسيين وأصحاب الأعمال. وترأس الوفد العماني في حفل الاستقبال جوهرة مسقط في سنغافورة صاحب السمو السيد حارب بن ثويني آل سعيد مبعوثا ممثلا عن حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم وعدد من المسؤولين العمانيين. استخدمت خلال رحلة جوهرة مسقط وسائل الملاحة البحرية التقليدية التي كانت تستخدم في القرن التاسع الميلادي إلى جانب التقنيات الحديثة، وذلك بهدف تعزيز فهمنا لوسائل الإبحار القديمة وتوثيقها. الأشرعة الرئيسية التي استخدمت في السفينة صنعت يدويا من قماش الكتان، كما تم أيضا استخدام بعض الأشرعة الثانوية المصنوعة من سعف النخيل. يرجح علماء الآثار البحرية أن السفينة الأم التي بنيت على غرارها جوهرة مسقط كانت في طريق عودتها من الصين إلى شبه الجزيرة العربية عندما ألم بها حادث ما حال دون تمكنها من استكمال الرحلة، فجاءت جوهرة مسقط إحياء لتلك الذكرى وتكريما لأولئك البحارة البواسل. وقضت جوهرة مسقط 68 يوم في البحار في حين استغرقت المدة الكاملة للرحلة 138 يوم. استغرقت يعني جوهرة مسقط مستمعينا في البحار 68 يوم، والرحلة الكاملة كانت 138 يوم. هو الأفضل أنهم يركزون على 68. طبعا سؤالنا مستمعينا يقول كم يوم استغرقت رحلة جوهرة مسقط في البحر إلى سنغافورة على 90130 مع أسماءكم الثلاثية. We'll be right back.
هلا منورين منورين يا شباب منورين شباب على الهوى شباب على الهوى إذن على وين كانت رحلتنا في جوهرة مسقط؟ كان السؤال كم استغرقت الرحلة في البحر لهذه السفينة؟ وأرسل لي إجابة مشاعل على 90-130. وموضوعنا لليوم هو من أنت ومن تكون، وأيضا معنا زميلنا في الاستوديو هنا فهد الغسيني وصيانة على الطريق. ومع الرسالة اللي وصلتنا مستمعينا يقولون ايش يقولون؟ يقولون مساء الورد على جميع مستمعي برنامج شباب على الهواء، على طاقم البرنامج يعطيكم العافيه على الاطروحات المواضيع المتنوعه والهادفه. سؤال ربما اجابته تبدا من الحياه اليوميه للشخص والطموحات لا حدود لها، يبقى الانسان ببساطته واخلاقه وحسن تعامله مع الاخرين وهو المثال الاروع لكي يعبر لمن يساله بواقعيته التي يشار اليها بالبنان. جاسم الحجري، شكرا لك يا جاسم. أنا من يعتمد على نفسه فقط، شكرا مشاعل وشكرا لطاقم العمل، من فيصل السعيدي. شكرا لك يا فيصل السعيدي. بس صحيح تشوفي مشاعل والواحد يكتفي وينطوي يكتفي بنفسه؟ أحيانا ينجبر الإنسان يعتمد على نفسه علشان ما يتمنون عليه الناس أو أن إحنا سوينا لك لا، بس أحيانا العمل الجماعي يعني يخلي الشخص أنه ينتج أكثر في مواقف. أيوة. لكن في أحيان حلو أن الواحد يعتمد على نفسه، يعني مثلا أنا شخص قد أكون مثلا مبدع في مجال تقنية المعلومات، مثلا تخصصي تقنية معلومات، لكني ما أقدر أدخل في مجال الميكانيكا وإني أصنع الشيء، يعني ممكن أبرمجه لكن ما أقدر أصنعه. فإذا عندي مشروع يعني هل يعقل إني أنا أكتفي بنفسي وما أستوي؟ لا، هو يقصد ما من هالمبدأ، هو يقصد من جهة من زاوية أخرى مختلفة. الاعتماد على النفس. الاعتماد على النفس. جميل يا فيصل السعيدي. رسالة تقول سؤال صعب مفاجئ، أنا المتميزة والمبدعة الأخت والصديقة، أنا أعشق هالبرنامج، تحياتي لكم أم ناصر. شكرا لك يا أم ناصر. تحية لكم ناصر، مساء النرجس لكم أنا، وأعوذ بالله من كلمة أنا. قبل شوي المتصل ذاك الكاسبي كان يقول ايش، قلنا احنا مش إبليس حتى نقول يقول يعني انها أعوذ بالله تقال لي الاستعادة من الشيطان وعنده وجهة نظر يعني. فأنا التي تحلم بأن تكون شخصية رياضية مهمة، وبسبب عادات وتقاليد الأهل والطموح صعب جدا، وأتمنى أن يتحقق. تحياتي أم المعتمر. إن شاء الله تشوفينا في عيالك يا أم المعتمر إذا ما قدرتي أنت، في طموحات إن شاء الله مختلفة. أيضا أنا الطموح الذي متمسك بأمله لنيل الدكتوراه كي أغرسها في ذريتي القادمة وفيد مجتمعي. مساءكم تحقيق الأمال والطموحات، عايدة الرويضية، تحياتنا لك يا عايدة. مزيج رائع في التنوع لحلقة تجمع ما بين عمق المغزى وبساطة المعنى، استضافة رائعة لكي يستفيد المجتمع يستفيد المجتمع بالتوعية. لكم كل التحايا وعطرها من سلطان الصارخي. تحياتنا أيضا لك يا سلطان الصارخي. نبهان الهناي يقول إن كنت عالما فلي أولي أن تعلم أن تعلم العلم لوجه الله تعالى، وإن كنت قويا أن تحق الحق وتبطل الباطل، وإن كنت غنيا أن تنفق المال في سبيل الله، وإن كنت امرأة فالعبادة الأولى أن ترعي زوجك وأولادك. تحياتنا لك يا نبهان الهنائي. نبهان من المتابعين الدائمين ودائما يرسل لنا ودائما متواصل معنا هو والمستمعين. يعطي الصحة والعافية. أمل عمان، مساءكم خير وسعادة، مساءكم مثل ما تريدون أن تكونوا، وأنا أريد وأنت تريد والله يفعل ما يريد، وأنا أريد أقدم لوطني جزء مما قدمه لي. إن شاء الله كلنا راح نقدم وأنت راح تقدمين يا أمل، بالأمل والتفاؤل والطموح. يقول المفروض هالسؤال لما ندخل الصف الأول يسألوننا إياه علشان نعرف أهدافنا من نعومة أظافرنا. إن شاء الله يعني يكونوا مستمعين يقعد يسمعونا المختصين بهالمجال ويعززون هالشيء في الشخصية العمرية الصغيرة. خلينا نشوف المتصل وش وجهة نظره ونقول يا مرحبا. يا مرحبا والله. عبد الله الشبلي.
يسعد مساكم. يا مرحبا ومساك احلى ان شاء الله. هلا فيكم منورين ما شاء الله. الله يعطيك الصحه والعافيه. من وين تكلمنا عبد الله؟ برنامج اكثر من رائع صراحه. الله يخليك بوصلكم وتواصلكم الدعم. يا هلا وسهلا فيكم. يا مرحبا. ونتشرف في المهندس اللي معاكم. الله يخليك فهد الغسيني. اي نعم حياكم الله. تسلم. ما شاء الله عليه فهد، يعني هو يقول لك من محبين السيارات وكذا، وذكرنا التزويد والشغلات، لكن راح نخليه في حلقة قادمة إن شاء الله. إن شاء الله. نريد نعرف يعني موضوعنا اليوم عبد الله، اللي هو من أنت ومن تكون، وش اللي تطمح له في هذه السنة، وش اللي حققته في السنوات الماضية؟ والله هو من أنا من يتحدى الصعاب ويتمنى أن يحقق المستحيل. حلو إن شاء الله. إن شاء الله. يعني كل شخص وجهة نظر عنده، طموح عنده، فأنا أتمنى أن أحقق اللي أنا أفكر فيه مستقبلا. يعني الحين قبل شوي كنا نتكلم في تغريدة من أحد المتواصلين معنا، ذكر أنه هذه الأشياء مفروض تغرس من الطفولة، من المدرسة. أكيد هو كل طالب بالمدرسة يحلم أنه يحقق شيء مستقبلا. وإن شاء الله راح توصل بإذن الله. الحمد لله رب العالمين. يعني كل شخص يتمنى انه يكون في يوم من الايام طيار، مهندس، طبيب، معلم. حتى في المدرسه في المدرسه كانوا يبحثوا فيك عن هذه الاشياء، كانت هذه الاسئله يعني. اكيد هذاك سؤال يومي، حتى في البيت، في المدرسه، في الابتدائيه شيء يومي يعني. أيوة. انت وش طموحك في الحياه، ولما تكبر وش تتمنى ان تكون؟ فالحمد لله الواحد في النهايه ترى بعد يرضى في المكتوب. أكيد اللي الله كتبه له. الإنسان يسعى دائما يا عبد الله، وإن شاء الله أكيد الله يوفقك يا رب. طبعا كل شخص يتمنى شيء الله يحقق له. أكيد ربي يسعدك يا عبد الله. عندك سؤال لفهد؟ والله بخصوص السيارات، هذا موضوع حتى أشوف الشباب يعني أكثر المشاركين، ما أعرف البنات يمكن يخافوا. لا شاركت معانا نورة، اتصلت عندها مشكلة ونبهناها وكانت ما معبيه بترول. بس هو يعني شيء ضروري الواحد، يعني أنا يمكن صار لي موقف، كنت طالع من البلد الفجر، ولما جيت أشغل السيارة أنا شغلتها، جيت أمشي شوي ما كملت، يعني شوي بطلت السيارة، طفت السيارة يعني البلت أي توقف خلاص، يعني السيارة ما تمشي. ما أن السيارة يعني مثلا خلاص أنت بتركب على السريع، لا، في سيارات ما يتركب. في شيء طبيعي الواحد يشيك على مثلا بلط السيارة، إطارات السيارة، ونفس الشيء بعد في الإطارات. يعني مثلا أنت طالع في خط، أنت مثلا لحالك كذا لازم تشيك على إطارات السيارة. يعني قبل شوي فهد الغسيني ذكر اللي هو أنت الحين تتكلم عن السير، صحيح؟ أيوة هو. يعني هو ذكر بالليل. أيوة. أنا هذا يعني بنفسي كنت بالليل رش للمكينة في رش عشان المكينة لو صح تنزل. الظاهر مثلا البلط لحقه شيء، وجيت أنا أمشي بالسيارة صباح، هو من شغلته تبطل على طول. ما كان يعمل صوت يعني؟ فهد ذكر أنه هو ممكن يعمل صوت. لا بدون أي صوت يعني، بس أنت تجي تتحرك على طول هو مثلا تبطل خلاص ما يعمل صوت. أخي عبد الله، أنت ذكرت أنك رشيت السيارة بحاجة. أيوة يعني. رشيت حاجة بالليل، ولما جيت الصباح تبطل عليه. إيش الحاجة اللي رشيتها يعني؟ إيش هو هذا المادة اللي استخدمتها؟ يخوذ الأوساخ من المكينة. كنت مغسل السيارة بالليل وقبل. زيتي يعني؟ هو زيتي. ايوه رش زيتي عشان الماكينه لو صخ تنزل. ايوه يعني هذا اللي سبب ان البلط بدون ما يعمل. أيوة. صوت يطلع مشكلة من البلط مكانه. يعني سياره مرسيدس البلط تعرف انت ماله وشطوله. نعم. ما يمكن انك انت تركبه يعني. اكيد. فلو سياره ثانيه يستوي تركب على طول، بس في سيارات. نعم. ما يتركب. صحيح. ايوه صحيح. فشي ضروري الواحد يشيك على السياره، ما الراديتر، الاطارات، يعني في اشياء ضروريه ما تعرف. يعني في ناس تعبي بترول بنزين وتمشي. أكيد. طيب عبد الله، لما يكون الشخص مثلا طالع في رحلة، هل الاستعدادات للرحلة هي نفس الاستعدادات للخروج للدوام وكذا؟ والله رحلة واجب عليه انه ياخذ له احتياطاته. مثل ويش الاحتياطات انت اللي تاخذها ولا انت بس على طول كذا؟ لا لازم الإطار، لازم يشيل الماي معه. طبعا البنزين الحمد لله متوفر في كل مكان. ايوه بس الإطار احتياطي، شيء ضروري. كومبريسر الهواء اخوي عبد الله. ايوه كومبريسر هذا الهواء شيء ضروري. يعني يشيك على السياره كامل، يعني هو رايح رحله.
يمكن في مكان ما يحصل هو قريب مثلا كراج ولا شيء عشان يصلح سيارته، في أشياء ضرورية أقل شيء توصله. صحيح. وكذا وموضوع حلو صراحة. البنات يقول لك وين إذا البترول نزل عن النص خلاص تعتبر السيارة يعني في حكم الخربانة. لا لا بالعكس. لازم يعني يصير نص تانك البترول يمشيك أنت كم يعني. بس إذا مسافة طويلة أكيد الواحد لازم كل محطة يعبي كل محطة يعبي. أنت تحصل مثلا في مسقط تحصل ناس بتوقف السيارة عليهم بترول ماشي يصب بتروله في الخط السريع مرة نلاحظ. أيوة. إنه هو يصب بترول يعني أنت ما قادر كم محطة الحمد لله موجودة تمشي بالسيارة صفر. هذه المشكلة ترى. أيوة في ناس حصلهم إهمال يلا. أنت إهمال بيقولوا لك قدام قدام خلي الزحمة تخاف قدام في بترول وسبحان الله زحمة حادث لا سمح الله. من بيجيك من بيجيك الصباح. صحيح. يعطيك الصحة والعافية عبد الله شبلي. تحياتنا لك. سعيدين بوصالك عبد الله. عليكم شكرا لك يا عبد الله. نقرا بعض التغريدات اللي وصلتنا. المختار السيفي يقول مساكم خير علي ومشاعل، انقطعت عنكم كم يوم، موضوعكم رائع ومفيد جدا، تحياتي لكم وتحيه لجلال. واقول له يقول لك المختار اربع كلمات بس. ما اعرفش اربع كلمات بينك وبين جلال ان شاء الله يفهمها. صالح يقول على طاري الراديتر امس الحراره فل في الاحمر ضارب قمت بتنظيف بنفسي وصارت عندي خبرة من زيارة جراجات. ما شاء الله. حلو الواحد يتعلم يعني يعتمد زي. شوية يروح يتعلم من الأشياء اللي تصير له. أكيد. الشخص الوحيد هو أنت الذي ستقضي حياتك معه، لذلك يفضل أن تجعل لنفسك أو تجعل نفسك مثير للاهتمام قدر الإمكان. جعل الله حياتكم طموح وتميز جميل. أمين يا رب. هذه رسالة من شخص ما كتب اسمه. هذه يقول أنا الأبيض إذا غير تلون، وأنا الصابر إذا ربي عصوني، وأنا العاقل إذا وقتي تجنن، أنا المجنون وعاجبني جنوني. هذه أغنية لراشد الماجد. شكرا لك. كثر الله من أمثالكم. مساء النور للجميع. أنا مو أنا ومو أنا وكل أنا. هاي لغز هاي مسوي مشاكل. بشرة الشعبية تقول مساكم خير بإذن الله يا مشاعل وعلي وضيفكم الأستاذ فهد، موضوعكم اليوم جميل، بالتوفيق لكم. شكرا لك يا بشرة وجودكم، وشكرا لكل اللي قاعد يتابعنا مستمعينا على شباب راديو مان. ياسر الغارب يقول مساء السعادة لكل من ينثر السعادة في نفوس مستمعين برنامج شباب على الهواء. شكرا لك يا ياسر. كل الشكر لياسر. وناخذ اتصال. ألو. ألو. يسعد مساك يا فارس. مساء النور. مساء السرور. يا مرحبكم. الحمد لله بخير. يا مرحبا بك. موضوعكم عن إيش؟ عن أول شيء السيارات هي صيانة على الطريق، هي فقرة لليوم وراح تكون موضوع كامل كل أربعاء إن شاء الله. نعم. بس خبرنا قبل من أنت يا فارس؟ أني؟ أيوة من أنت يا فارس؟ أني يا أنت؟ فارس البلوشي. فارس البلوشي. أنت تشوف نفسك فارس البلوشي، لكن فارس البلوشي اللي داخل من هو؟ اللي إحنا ما نعرف من هو، فكرة طموحه أماله رغباته، من فارس؟ سؤال صعب شوية. طموح. الحمد لله حققت كل شيء. الحمد لله. وظافته وكذا. بس أنا سمعت في مداخلة كانت قبل شوية عن السيارة. أي عندك سؤال عن السيارة ولا حاجة؟ معنا فهد الغسيني في الجهة الميكانيكية إن شاء الله ما راح يقصر معك. عندك مشكلة حرارة تعلق شيء ترتفع؟ لا والله أنا مرة بالغلط كذي كنت مستعجل طالع من الصحراء. كنت أبلحق على المحطة قبل أن يبندون الساعة 1 الظهر فترة البريك عندهم. فكان العامل أتوقع داخل فعبيتها سيارة ديزل بالغلط. أوه شو يصير إذا تعبت السيارة ديزل؟ نعم وتعطل وكذي يبالها غسيل مكينة يمكن. فبس ضليت ساعات وكذي يساعدوني الأخوان. إيش صار معك يا فارس؟ إيش صار معك وقتها يعني السيارة إيش صار فيها؟ إيش سويت أخي فارس؟ كان العامل يعني في المكتب جالس والأسامي اللي المكتوب فيها ديزل وبترول عادي والممتاز. طبعاً المنتسحات كلهن، فأنا سحبت واحد منهم وعبيت بنفسي. عاد من وصل تقريباً 4.5 وعاد طلع لي هو يصرخ يقول لي ديزل هذا كيف والحال أقول إيش أسوي؟ قال لي ما أعرف.
وزيدها بترول، زدتها بترول يعني ما يصير خبصت ونزلت. يعطيك العافية خبصتها يعني. الله يعافيك إن شاء الله. يعطيك العافية يا يا فارس. الله يخليك. شكرا لك يا فارس، الله يحفظك. يعني في مثل هذه الحالة لما واحد يعبي ديزل في سيارة هي تأخذ مثل الممتاز أو العادي، وش يصير؟ مثل الممتاز والعادي ما في إشكال، بس أنك سيارة بترول تحط لها ديزل أيوة. تضطر أنك تسحب أها. أيوة. بس إذا السيارة أصلا ديزل وحطيت لها بترول ومشيت فيها راح يأثر عندك في الماكينة على طول، والعكس نفس الحاجة. إذا كانت أصلها بترول وحبيت ديزل ممكن توحي عليها شوية. أما العكس خلاص. العكس صعب. يفضل إنه قبل لا يشغل يحاول إنه يسحب كامل الديزل اللي هو عباه ويحبي بداله بترول. جميل. حمد المرهوب يقول أنا كنت وايد أحب أتعبث في الكهرباء لحد ما مسكتني الكهرباء. يتعلم الظاهر. وائل يقول مساء الخيرات، الحين خلص اختبار الحمد لله، كأنه متغدي مندي يعني سهل. يقول كأنه متغدي مندي يعني الاختبار كان سهل. تحياتي لكل طلاب كلية الرستاق إلى المنزل متجه، الله يحفظكم يا رب. وكل اللي حاب يجاوب معنا في سؤال فقرة على وين يرسل إجابته يا المعولي على 9013 مع اسمك الثلاثي. 9013 عصام نواب يقول ينقصني أنت لأكون أنا. تحياتنا لك يا عصام. ما ينقصك حد إن شاء الله. إن شاء الله ما تقدر عالي. ماجد العيسى يقول في المحاضرة أقول للمستر أني بصمم سيارة تسير على الأرض وفي الجو والماء وأنا مصمم على هذا التصميم علما أن تخصصي ميكانيك. ما شاء الله إن شاء الله. خلينا شاء نشوف إبداعاتك يا ماجد، وأنتوا شباب والبركة فيكم إن شاء الله. يعني سيارة برمائية وقوية في نفس الوقت، كل شيء والله زين، نفس اللي نشوفها في الأفلام وكذا. نقول يعني صدق إحنا بنعيش لوقت في سيارة كذا. أتوقع في فرنسا. أها. ما متأكد من المعلومات بأكيد، بس أتوقع أنا في فرنسا. تباع في الأسواق ولا لا؟ تجريبية. أها. تجريبية. أيوة. يعني تتحول طيارة وتطير وتمشي في الماء. كم شخص يركبوا فيها هي؟ اثنين يمكن. اثنين. أي واحد دايماً. في الوسط وثلاثة. ثلاثة. مع السائق ثلاثة. والله زين. يعني رياضية هي، خلنا نقول يمكن تكون شكلها. ويكون فيها إذاعة وكذا اللي يشتريها ممكن يسمعنا. هذه ضحكته اخترقت علينا. ايه بتقتلوني انتم. نوح خلفان يقول شكرا للإطراء، تحية لك. شكرا للرحال خالد شبيبي ايضا مغرد يقول انا انتم وانتم انا عندما نجتمع لفعل الخير وخدمة المجتمع من اجل ايصال رسالة انسانية نبيلة، ونقول مساءكم وطن ينبض بحب قابوس. تحياتنا لك يا خالد الشبيبي. كنت مرة على صفحة خالد الشبيبي في الانستغرام أشوف له زيارة لجامعة السلطان قابوس إلى مستشفى لزيارة المرضى. يعني مثل هذه الجهود الشبابية يعني فعلا هي اللي تعطي قيمة للشخص بالفعل. يعني الاسم أحيانا قد ينسى لكن يبقى الفعل، فعل الخير عند الله سبحانه وتعالى. يعني الأجر اللي هو يكتسب أكثر من، مش مهم من أن الناس تعرفني قد ما أن الله سبحانه وتعالى يعطيني الأجر. يعني اللي ما يعرف خالد الشبيبي، خالد الشبيبي يعني هو من الأشخاص اللي عندهم يعني رسالة جالسين يقدموها. هو رحال يستخدم السيكل الهوائي، بالإضافة إلى الرحلة هو جالس يقيم معارض و رحلات. عجبتني هاي سيكل هوائي، دراجة هوائية. يلا هي بس. فهو بالإضافة إلى زيارته للأماكن السياحية المختلفة يقيم معارض ويروق لمسألة اللي هي السلامة المرورية، لدرجة أنه أعطي لقب سفير السلامة المرورية. بالفعل. تحياتنا لك يا خالد. وائل يقول العمل الجماعي ممتع، لكن الواحد لابد أن يكون جاهز للعمل بنفسه في كل الأحوال. متابع قديم للبرنامج بس مشارك جديد. تحياتنا لكل متابعين بصمت الذين نطقوا وحسسونا بكلماتهم وتحفونا بالدحماني. أي وائل الدحماني، تحية له. طالب جامعي طموح وطموحي مايكروفون إذاعة الشباب. انتظروني وائل الدحماني. الدحماني ما الدحماني إن شاء الله. أنا الدحماني عندنا في الصلالة هناك. أي عشان كذا أنت نصرت هناك. إن شاء الله يا وائل كل التوفيق لك بإذن الله. مبدعين يا شباب على الهواء، شكرا لكم يا أخواني جلال خويطري وعلي بن محمد، أهم شيء ما قال يعني، ومشاعر القاسمية، دمتم على ود. شكرا لك يا خالد الشبيبي.
أنا أعتمد على نفسي، رسالة من غزالة عمان وأول غزال الوادي. أنا أعتمد على نفسي وأحب كلمة الحق ولا أحب المجاملات وأحب طريق النجاح. الله يديم. متميزة تقول دائما مساءكم تفاؤل، أنا التفت إلى قيمتي عند الله وأدع البشر وطموحي لا حدود له. ريا، تحياتنا لك يا ريا. ردود على اتصالاتنا، أريد أكلم مشاعل وعلي. يلا احنا ننتظر جلال، ما في وقت أن نرد على اتصالاتكم. الفارسي إن شاء الله تابعنا بكرة وبإذن الله رح يرد عليك جلال. نوح يقول أنا من أصنع مستقبلي اللي أريده أنا يوما ما إن شاء الله بإذن الله. أنا أعتمد هذه رسالة قرأناها، نقرأ بعض الرسائل اللي وصلتنا على 90456. تحياتي للجميع ولبرنامجكم الرائع، وعندي سؤال لضيفكم. عندي مشكلة في السيارة، أنا سؤال لك حبيبنا فهد. نعم. يقول عندي مشكلة في السيارة، الصباح دوران المحرك ضعيف وأشم ريحة بترول لما ترتفع الحرارة. رسالة كذا، دوران المحرك ضعيف ويشم ريحة بترول. أيوة. الصباح ممكن تكون عنده البطارية ضعيفة، بطارية السيارة. إذا عنده بطارية السيارة ضعيفة معناته راح يكون عنده دوران ضعيف، ما في احتراق صحيح. أيوة. البترول يتكثف في صمامات البساتن، يتكثف هناك، فما السيارة صعب انها تشتغل بهذه الطريقة. لكن بعد ما تشتغل تختفي المشكلة. بعد ما تشتغل طبعا خلاص السيارة تعتمد على الدينامو تشارج، تفصل. أيوة. عن البطارية. أيوة. فتشتغل، بس البترول اللي ما احترق هو اللي يطلع من العادم الإكزوز ويسبب الريحة. في سؤال ثاني يقول أبي أعرف إذا كانت السيارة فيها حادثة مصبوغة بس صبغ وكالة، أبو غيدة. يبي يعرف إذا السيارة كانت فيها حادث، فيها حادث وتم صبغها في الوكالة. هذا ما في غير أنه يروح للوكالة ويسحب الريبورت ويقدر يعرف. أيوة. يستفسر. أيوة. جميل. وفي سؤال ثاني يقول وش رأيك في استبدال هواء الإطارات بغاز نيتروجين، وهل خلط النيتروجين بالهواء العادي يؤثر على الإطار؟ من الزجالي، تحياتنا لك. بخصوص الإطار أنا عندي فقط بريف، يعني ما مش عندي مش معلومات مش, مش معلومات عميقة. أيوة. في الإطارة. أيوة. ولكن أتوقع أن خلط الهواء العادي بالنيتروجين ما أعتقد أنه يأثر. أيوة. إن شاء الله. طبعا أبو ماجد البيماني يقول أنا نفسي واعتز وراضي بها، الحمد لله طموحي السماء بعون الله لكم، تحياتنا لك. في شخص راسل الجواب على 90456 والإجابات قلنا ترسل على 90130. جلال يقول خلاص فوزوها. الإجابة غلط يا جلال، حاول مرة أخرى. طبعا بس ما إحنا اللي نسحب الإجابات، مستمعينا تنسحب إلكترونيا. وإن شاء الله يا عبد الملك ارجع وابحث عن المعلومات وإن شاء الله راح تحصل. رسالة أخرى تقول أنا باكر وأمس واليوم الصباح، أنا باكر وأمس واليوم الصباح ولكن ماني قايل بباكر. الله يهداك. أبو محمد الشكيلي أو محمد محروق يقول أنا مجموعة من الأحاسيس المشاعر، أفرح وأضحك، أحزن وأبكي، أبحث عن أي شيء معنوي وآخر شيء أفكر في المادة. تحية جميلة، شكرا لك يا محمود، والروح اللي اخترنا لكم. شباب عالها يجمعنا سوا، شباب عالهوى يجمعنا سوا. ولما رأيت الجهل في الناس فاشيا تجاهلت حتى قيل إني جاهل، فهو عجبا كم يدعي الفضل ناقص، وأسفا كم يظهر النقص فاضل. إن تكريس النفس لإنتاج الجمال والاستمتاع به من شأنه أن يكون عملا جديا، وهو ليس وسيلة للهرب من الواقع بالضرورة، بل يمثل أحيانا وسيلة للتمسك بما هو حقيقي في عالم ينهار فيه كل شيء. إليزابيث جيلبرت. إذا أراد الله بقوم سوءا منحهم الجدل ومنعهم العمل. عمر بن الخطاب. المرء حيث يضع نفسه، فإذا عزها على أمرها، وإذا أذلها ذل وهان قدره. عمر بن العاص. الأحمق يتكلم بما سيعمل،
والمغرور يتكلم بما عمله، أما العاقل فيعمل ولا يتكلم. الأعمال الفنية تنبع دائما من أناس واجهوا الخطر ووصلوا إلى النهاية القصوى للتجربة. راينر ماريا. التملك الكامل لا يثبته إلا العطاء، فكل ما لا تستطيع إعطاءه يتملكك. وأخيرا من لا يملك رأي ثابت لا يملك مشاعر مستقرة. جوزيف جوبرت. إذن كانت هذه مستمعينا الكرام، مستمعي إذاعة الشباب وبرنامج الشباب على الهواء، كانت هذه محطتنا الأخيرة، محطة اخترنا لكم باقة من أجمل ما قيل لأدباء ولمفكرين ولشخصيات مشهورة وعالمية. نقول لكم كل التحايا ومساء سعيد إن شاء الله وأوقات ممتعة. وصاحب الرقم 4264 رسالتك للأسف ما واضحة، وإن شاء الله كل أربعاء تابعنا، وإن شاء الله فهد الغسيني راح يكون متواصل معنا وراح يجاوب على تساؤلاتكم في صيانة على الطريق. مستمعينا كانت معاكم مشاعل. أول شيء خلينا نشكر فهد، شكرا فهد لك على وجودك وتواجدك معنا. نشكر فهد الغسيني اللي رافقنا طوال ساعتين البرنامج. العفو، الشكر لكم أنتم أيضا أنكم أتحتوا لي الفرصة أن أكون معاكم. ولو شباب وللشباب وهذا واجبنا. كانت معاكم مشاعل بنت سعيد القاسمية في الإعداد والتقديم، ومحمد بن علي صعب، وعلي بن محمد صعب غلطي باسمي. كل التحية لكم مستمعين ومتابعين، وأيضا تحية لمن كان معنا في المتابعة والتنسيق سيف بن سعيد الهلالي، وأيضا مصممة الرمزيات لميس الحوسنية، ومخرجنا جلال بن ربيع الخوي. شكرا لكم مستمعينا ومنكم السموحة لكل اللي غرد ورسل وما قرينا. إن شاء الله في المرات الجاية رح يحالفنا الحظ والوقت ورح نقرأ رسائلكم. نلتقي لنرتقي، مع السلامة، في أمان الله. خلصنا خلصنا هذا كلام اليوم، وبنلتقي بكرة وبنلتقي بكرة. متعتنا متعتنا معكم أكيد تدوم، من فقرة لفقرة ومن كل بستان زهرة. هذه مرافقنا وتهنوا ويانا، مع السلامة اليوم وبكرة ملقانا. هذه مرافقنا وتهنوا ويانا، مع السلامة اليوم وبكرة ملقانا. يا بلادي يا بلادي، أرض وسماء ونجوم، بفوادي بفوادي حبك غرام يدوم. يا بلادي يا بلادي، أرض وسماء ونجوم، بفوادي بفوادي حبك غرام يدوم. إذاعة الشباب من سلطنة عمان. صوتوا للتأهل، صوتوا له.
لبا يطربكم بشلات جديدة فله الناموس يلا باركوا له لبا ياخذ نسبة أصوات عديدة للتصويت للمتنافس.